بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. أبدأ حلقة اليوم بعزاء واجب للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأسطورة كرة القدم المصرية في وفاة المغفور لها بإذن الله السيدة الفاضلة شقيقته. قبل بس ما أتكلم عن أيضا عزاء آخر لصديق وعزيز الحقيقة الكابتن أمير توفيق، عايز أتكلم بس في نقطة عزاء الكابتن خطيب أو أخت الكابتن خطيب. الحقيقة أنا وأنا جاي، إحنا لسه مخلصين العزاء وجينا على الشغل بتاعنا علشان نتكلم مع جمهور النادي الأهلي ونقول لهم إيه اللي بيحصل والدنيا ماشية إزاي. لكن الحقيقة وأنا كده بخش على السوشيال ميديا عشان أشوف هي ليه الناس مستغربة، وهم طبعا بعض من لا يشجع النادي الأهلي، هم ليه مستغربين إن كل مصر في عزاء كابتن محمود الخطيب؟ أنا الحقيقة مش عارف. كابتن محمود الخطيب يعني مش عايز اتكلم عنه عشان ما يقولكش انت بتطبل وبتعمل الكلام اللي بيقعد يتقال ده. كابتن محمود الخطيب ده اسطوره كبيره جدا في عالم كره القدم، ورئيس اكبر نادي في مصر، ورئيس اكبر نادي في افريقيا، ورئيس اكبر نادي في الوطن العربي، وعند الاهلاويه رئيس افضل نادي في العالم عند الاهلاويه. فطبعا لازم يكون متواجد كل مصر، المحبين والناس اللي كانت حتى بتنافس الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات السابقة واللي قبلها، وشفنا رموز للنادي الأهلي قديمة كانت موجودة النهاردة، وشفنا هذا هو النادي الأهلي وهذا هو ما يحدث داخل النادي الأهلي. على فكرة صعب ان انت تشوف ده، لان انا شفت برضو بعض التهكم من البعض الحقيقة على هذا الأمر. نحن جايبين صورة للكابتن محمود الخطيب والمهندس محمود طاهر وهو بيسلم عليه، والناس مبسوطة بهذا المنظر وبهذا الشكل، وبيقولوا مش هنشوف ده غير في الأهلي. هذه هي الحقيقة. هل ده ممكن تشوفه في نادي تاني؟ حد يرد عليا. هل ده ممكن تشوفه في نادي تاني؟ لو سمحتوا ردوا عليا. وهنا أنا ما بتكلمش في أي حاجة، أنا بتكلم هل، وده الكلام ده انا بوجهه لبعض من لا يشجع النادي الاهلي، لان انا عارف ان هم بيتفرجوا كتير قوي على قناه الاهلي وعلى هذا البرنامج تحديدا. لكن اوكي انا بقول لكم اهو وبحق ربنا، هل انت ممكن تشوف الوضع ده في نادي اخر؟ انا سامع الاجابه، والله بجد انا سامع الاجابه وسامعها كويس لانها واضحه. النادي الاهلي نادي أكبر نادي في مصر وأكبر نادي في أفريقيا، وهو النادي الأكبر في كل عند الأهلاوية حتى في العالم كله. لما تيجي تتكلم مع أهلاوي يقول لك أحسن نادي في الكون، أعظم نادي في الكون. إحنا كده الأهلاوية كده. فليه الناس مستغربة إن مصر كلها في عزاء الكابتن محمود الخطيب؟ بعض مش الناس مستغربة، بعض من لا يشجع النادي الأهلي مش عارف، ما كانوش مثلا مصدقين إن ده ممكن يحصل. على فكرة زي ما قلت لحضراتكم ان الكابتن محمود الخطيب الناس كلها بتحبه، والناس كلها عارفاه كويس، والناس كلها عارفه ان هو انسان محترم. كابتن فاروق جعفر موجود وكان متواجد مع وسلم على الكابتن خطيب، وطبعا علشان يعزيه في اخته، وكل الناس كانت موجوده. الحقيقه العميد محمد مرجان كان موجود النهارده، كل رموز النادي الأهلي القدامى والحاليين اللي موجودين واللي الحقيقة كان نفسهم يبقوا موجودين تواجدوا. ودائما شفنا الأستاذ محمد أبو العينين الحقيقة وكيل مجلس النواب، وطبعا صاحب أو رجل الأعمال ومالك نادي سيراميكا كليوباترا. الحقيقة يعني ناس كتيرة جدا كانت متواجدة، ده أنا بس بتكلم على يعني ده اللي أنا شفتهم، يعني ده المشاهد اللي أنا شايفها مع حضراتكم على الشاشة. لكن مصر كلها كانت موجودة في هذا العزاء. طبيعي جدا يا جماعة، أنا عارف أن أنتوا دايما أو بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاولوا أن هم ياخدوا أي حاجة لمنطقة علشان يعني يشكك جمهور النادي الأهلي في أي حاجة. والله هو ده اللي بيحصل خلال هذه الفترة، اللي بيحصل حاجة واحدة بس، بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيتكلموا أو بيحاولوا أن هم يشككوا في أي حاجة تخص النادي الأهلي، في أي حاجة تخص النادي الأهلي. عزا رئيس النادي أو أخت رئيس النادي يقول لك مش عارف إيه، لعيب بتجيبه يقول لك إيه، لعيب ما توديه في حتة تانية يقول لك كذا وكذا، والحاجات اللي حضراتكم بتسمعوها ده. أنت مالك؟ أنتوا مالكوا؟ خلي كل واحد في ناديه، وخلي كل واحد يتكلم عن ناديه.
هو انت فارق معاك انا جبت اسلام ولا مشيت اسلام ولا؟ انا عارف ان كله دلوقتي بيعمل كده ليه؟ لانه عارف ان النادي الاهلي دائما عندما ينظر ويفكر وبيخسر دوري مرتين ورا بعض بتبقى الرجعه مهمه جدا، والرجعه بتبقى صعبه على بقيه الانديه، لانه هو النادي الاهلي كده. فانا عارف ان كله بيحاربك علشان كل الانديه او معروف مين بتحاربك علشان ما ترجعش مره تانيه، لكن ده مش هيحصل حتى في العزاء. يعني انا استغربت جدا، لقيت الناس كلها عماله تكلمني ايه يا جماعه ده؟ حتى في هذا الامر الحاجه اللي ما بيننا وما بين ربنا بتعملوا فيها كده؟ ده موقف انساني ليس له علاقه ولا بكره قدم ولا بشيء خالص. ايه اللي بيحصل؟ هو مصر كلها راحت للكابتن خطيب لانه انسان محترم، وبيروح للناس كلها موجودين في يعني سواء اعضاء في النادي الاهلي او غير اعضاء في النادي الاهلي، بيروح لهم كلهم. ده طبيعي بالمناسبه، حاجه تنرفز والله العظيم، حاجه انا بجد اتنرفزت جدا من اللي انا شايفه من بعض من لا يشجع النادي. هم قليلين انا شايف، لكن كله بيتبعت لي اصلا، انا اول باول كله بيتبعت لي، فبشوف الحقيقه هذا الكلام فببقى متضايق جدا. حتى هذه الامور الانسانيه فقط بتعملوا فيها كده؟ يا اخي عيب عليكم، خلوا الكوره للكوره وخلوا سوشيال ميديا للسوشيال ميديا. والنهارده حلقه النهارده هنعملها باسم السوشيال ميديا، الاهلي والسوشيال ميديا، والسوشيال ميديا المضاده بالمناسبه، الاهلي والسوشيال ميديا المضاده اللي هي ضد النادي الاهلي. انا هنا هتكلم او الفقره اللي جايه هتكلم عن ايه اللي بيحصل ضد النادي الاهلي على السوشيال ميديا، وليه انا بتكلم هقول لحضراتكم انا ليه بتكلم في هذا الامر. لكن الامور الانسانيه الحقيقه يعني يا جماعه مش كده بجد والله، حاجه يعني الواحد متضايق جدا جدا من اللي بيشوفه على السوشيال ميديا من السوشيال ميديا المعاديه للنادي الاهلي او اللي ضد النادي الاهلي، لانها ما يصحش كده. ده اللي انا هقدر اقوله في هذا التوقيت. ايضا النهارده الحقيقه كان هناك اجتماع لمجلس او انا اسف للجنه الكوره، طبعا اسطوره النادي الاهلي كابتن حسن حمدي وهو متواجد، وحنوالي حضراتكم طبعا الكابتن حسن حمدي والمجموعه كلها الحقيقه موجوده علشان تعزي الكابتن محمود الخطيب في وفاه اخته. كل اللي نفسك تشوفه كنت تروح وتشوفه في عزاء اخت الكابتن خطيب، لانه انسان محترم بيحترم الجميع، وبالتالي الجميع بيحترم كابتن محمود الخطيب. برضو عايز اتكلم مع حضراتكم النهارده او عايز عزاء واجب للحقيقه للكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي في وفاه والده. النهارده امير توفيق كان بيمارس عمله بشكل طبيعي وكان متواجد في النادي في اجتماع مع كابتن محمود الخطيب والكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف والكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سامي قمصان، ولكن وهو قاعد الحقيقه في هذا الاجتماع جاله خبر وفاه والده امير توفيق. طبعا توجه مباشره الى بيته، البقاء والدوام لله امير، ويعني خالص العزاء لصديقي واخويا وحبيبي الحقيقه امير توفيق. وان شاء الله يعني نوالي حضراتكم بايه اللي هيحصل، العزاء امتى والامور دي، لان دي امور انسانيه بيننا وبين بعض لازم نقولها لحضراتكم على الهواء مباشره. زي ما قلت لحضراتكم النهارده حلقتنا بعنوان ما يدور على السوشيال ميديا. هتقول لي يا عم اسلام ايه اللي بتقوله وايه اللي هتقوله؟ وقبل ما الناس تتسرع يعني في مضمون الحلقه، خليني اقول لحضراتكم ان احنا كفريق عمل، انا ما بشتغلش لوحدي بالمناسبه، انا معايا مجموعه عمل بتشتغل، تابعنا كفريق عمل طوال الفتره الماضيه ما يدور على السوشيال ميديا من اتجاهات واراء بخصوص كل ما يتعلق بالنادي الاهلي وفريق الكره. واول سؤال، هل الاهلي محتاج صفقات في كل المراكز؟ كمية تعليقات سلبية واستعجال للصفقات والانتقالات كأن القطر هيفوتنا مثلا. طبعا قبل بس ما اكمل كلامي في هذه النقطة، اللي بيعمل كده معروفين، هي لجان بعض من لا يشجع النادي الاهلي. هتقولي عرفت منين؟ احنا بنعرف، معلش اعذروني، عشان كده انا بقول لحضرتك انا عندي فريق عمل، مش انا،
قناة عندها فريق عمل كامل بيتابع إيه اللي بيحصل. ده مش جمهور الأهلي. جمهور الأهلي حتى تعليقاته وحتى لما بيسأل بتقول له طب اصبر بكرة بعده، بيقعد معاك وبيشجع وبيساند. لكن اللي بيعمله كده مش جمهور. أنا عارف إن أنا هيقطعوا كلامي وياخدوه يقولوا إن إسلام بيقول إن جمهور الأهلي هو لا، أنا ما بقولش جمهور الأهلي، أنا ما بقولش جمهور الأهلي، أنا بقول بعض من لا يشجع النادي الأهلي. وإحنا بقالنا 3 أيام ولا 4 أيام بالدليل ماشيين ورا بعض الأكاونتات اللي موجودة، وبنوصل بنعرف إن دول تبع فلان اللي بيديهم كام في الشهر، وهم مش بيشجعوا النادي الأهلي، هم مش جمهور النادي الأهلي. أكاونتات فيك وهمية، أشخاص يعني إسلام مثلا عامل 20 أكاونت، فإسلام ده فلان الفلاني في اللي ضد النادي الأهلي مديله مبلغ علشان يخش على التعليقات، هي فين اللعيبة؟ هي فين المدير الفني؟ هو أنتم مش عارفين تجيبوا لعيبة؟ مش عارفين تجيبوا مدير فني؟ والله العظيم ثلاثة، هذا اللي أنا بقوله لحضرتك ده هو تجسيد لما يحدث على السوشيال ميديا. مش كل السوشيال ميديا، السوشيال ميديا النادي الأهلي معروفين، هتقول لي عارفهم بالاسم؟ مش بالاسم، ولكن أولا إحنا نعرف أسماء كثيرة جدا من اللي على السوشيال ميديا ولهم كل الاحترام، حتى في انتقادهم بيحبوا النادي، حتى في انتقادهم بيحبوا النادي وعارفين بينتقدوا النادي إزاي. لكن تخش ورا الأكاونت وتفضل ماشي وراه وتوصل للحاجة اسمها يعني حاجة كده بتتعمل علشان تقدر توصل ده مين وجايب منين، فتعرف مين صاحب الأكاونت، تلاقي إن صاحب الأكاونت ده تخش على الاكونت الاصلي بتاعه تعرف ان هو ما بيشجعش النادي الاهلي، بيشجع نادي اخر. اه والله العظيم ثلاثة. وبيعمل ايه بقى؟ تعليقات. هي اللعيبه فين؟ هو النادي الاهلي ادارته الفاشله، بالظبط كده، ادارته الفاشله مش عارفه تجيب لعيبه. مفيش حد من جمهور النادي الاهلي بيقول كده على اي اداره من ادارات النادي الاهلي بالمناسبه. يعني احنا بنشك ازاي؟ احنا بنشك ازاي؟ احنا بنشك لما بنلاقي تعليقات خارج الصندوق. مش ده هو جمهور الاهلي ما بيعملش كده، لا لا، جمهور الاهلي عمره ما يعمل كده. فنشك نفضل ماشيين ورا ده ونجيبه في حته تانية في صفحه تانية بيقول ايه، وهنا وبنفضل. ما انا بقول لحضرتك انا بقالي فتره شغال على هذا الامر، فبنعرف ان هو تبع اسلام. تخش على اكاونت بقى الرسم الاصلي بتاعه تعرف ان هو ما بيشجعش، ده ضد النادي الاهلي قلبا وقالبا، وعمره في حياته ما شجع النادي الاهلي، ولكن هو مدفوع من البعض علشان زي ما قلت لحضرتك كده يطلع يقولك ايه. تلاقي 20-25 تعليق ورا بعض، هي فين اللعيبه اللي مش عارفين تجيبوهم، مش عارفين يجيبوا لعيبه؟ دي اداره لجنه التخطيط في النادي الاهلي واداره الكره في النادي الاهلي مش عارفين يجيبوا لعيبه. هل هذا صحيح او حقيقي؟ طيب تعالوا كده نراجع مع بعض سكواد النادي الاهلي، وانا برد بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة. ازاي؟ تعالوا كده نراجع زي ما قلت لحضراتكم سكواد النادي الاهلي الفترة الأخيرة ولعيبة النادي الاهلي. طيب هو معيار أي فريق ايه؟ ان هو ياخد دوري أو كاس أو بطولات، أو لعيبة ان لعيبته تروح المنتخب. أفضل حاجة في الدنيا ان يبقى عندك مجموعة لاعبين بيروحوا المنتخب دوليين. هل ده مظبوط ولا مصنفين دوليين؟ طيب تعالوا نتكلم عن المنتخب الأول. هتلاقي في كل تجمع على الأقل 8 لاعبين من النادي الأهلي موجودين في أي تجمع للمنتخب الأول. الشناوي حارس مصر الأول، وراه علي لطفي ومصطفى شوبير، أجادوا الحقيقة في الفترة اللي فاتت وأدوا بشكل جيد جدا. خط الدفاع هتلاقي مين؟ أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة راح برضو ماتش مهم جدا جدا، حتى كريم فؤاد اللي كان من مكاسب المباريات الأخيرة تم ضمه رسميا لقائمة منتخب مصر مؤخرا. طيب ده خط الدفاع. طب خط الوسط مين الثنائي الأبرز واللي كان دايما في وسط الملعب في آخر 20 مباراة للمنتخب، سواء بطولة عربية، أفريقية، تصفيات كاس عالم؟ ها أسمعكم اللي ما بتشجعوش النادي الأهلي. أيوة، السولية وحمدي فتحي. أنا عارف أنا بحاول أتكلم بالمنطق، أنا عارف إن المنطق مش عندك، لكن أنا بحاول أشرح لك بمنطق. مين لاعب وسط في مصر مستواه أفضل من عمرو السولية وحمدي فتحي؟ ده بناءً على إيه؟ مش إسلام، لكن اختيارات المنتخب.
أسئلة منطقية، بس ما حدش بيطرحها على السوشيال ميديا ولا بيجاوب عليها. بص على منتخب مالي مثلا، هتلاقي أليو ديانج متألق. طب عايزين مين تاني؟ أنا بتكلم للناس التانية، أنا عايزين مين تاني؟ طيب تحت الفراودة محمد مجدي قفش، عودة المتألق محمد محمود، أنا على ما بفتكر كده. الأجنحة طاهر وبرسيتو وكهربا وحسين الشحات آه في إصابات وآه في لعيبة مجهدة، ولكن عندما تنظر هم دول الأفضل، هم دول الأفضل. الكاف مش إسلام، مش جمهور النادي الأهلي، ولكن الكاف لما رشح أفضل لعيبة في أفريقيا كان في منهم كم واحد بس عشان ما أقولش كلمة، خمسة لعيبة من النادي الأهلي: علي معلول، أليو ديانج، محمد الشناوي، محمد عبد المنعم، أو أنا آسف محمد الشريف، محمد شريف وبيرسي تاو. محمد الشناوي اللي كسبها أفضل لاعب في أفريقيا. هل الكاف أهلاوي؟ هل ده الكاف لا يفتقد هل الكاف يفتقد للمنطق مثلا؟ الصفقة الأهم لهؤلاء اللاعبين اللي أنا قلت أسمائهم، 8 9 10 لعيبة اللي أنا قلت أسمائهم، الصفقة الأهم إنهم ارتاحوا. وهتشوفوا الكلام اللي أنا بقوله ده، أنا عارف إن دلوقتي جمهور النادي الأهلي أنا عارف إن هو متضايق وزعلان، ولكن الحمد لله الكلام اللي إحنا بنقوله بعد كده بيطلع بيشكرونا عليه. مش إسلام، أنا بتكلم على قناة الأهلي وعلى اللي بيحصل واللي إدارة النادي الأهلي دايما بتقول لنا عليه. لكن هل معنى اللي أنا بقوله ده إسلام إن مفيش تدعيمات؟ يا جماعة أنا ما قلتش كده خالص. لأن الطبيعي أن يكون هناك تدعيمات قبل أي موسم. بالنسبة للنادي الأهلي، أي نادي كبير في العالم لازم بيعمل تدعيمات، لكن مش تدعيمات وخلاص. يعني مش عايز أجيب مثلا إن أنا أكتر نادي أو أعمل عضلاتي أوريكم عضلاتي وأقول إن أنا جبت 10 صفقات أو 15 صفقة وأنا مش هستفيد منهم. لكن اللي مش طبيعي إن كل شوية حد يطلع يقول لك إيه؟ الأهلي بيخلص في فلان وعلان وترتان. وعادة الكلام ده ما بيكونش حقيقي. وحاسبت لحضرتك دلوقتي بالدليل، لأن الأهلي عادة ما بيشتغلش غير على احتياجاته الفنية بدون حديث إعلامي. لكن أنا كمشجع أهلاوي عمري ما همشي ورا حد عاوز يهدم فرقتي أو يشككني في قدرات لعبتي أو إدارتي. لعبتي دول اللي أنا شجعتهم، وإدارتي دي اللي أنا سندتها ووقفت وراها عشان تجيب لي اللعيبة دي علشان ياخدوا بطولتين أفريقيا والبطولات اللي فاتت ويكتسحوا كل البطولات المحلية والأفريقية اللي فاتت، زي ما بيحصل بالظبط بالظبط. ده اللي بيحصل في ملف المدير الفني. أقول لك اللي بيحصل يعني على افتراض بريكنج نيوز او يعني حاجه كده، يقول لك ايه لا لا تا 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 عاجل تخمينات في النادي الاهلي، او اعرف فلان الفلاني، او اعرف مدرب او المدير الفني للنادي الاهلي او المرشح الابرز للنادي الاهلي من خلال الكلام اللي انا هقوله لكم ده. مش انا اللي بقول، كل الناس بتقول هذه التخمينات في كل البرامج التلفزيونية. بس أنا البرامج التلفزيونية كله بيجتهد فيها وبيشتغل، لكن الكل على مواقع التواصل الاجتماعي بيشتغل على هذا الكلام. ده امبارح أو أول امبارح خلوا في مدير فني معين يمضي في النادي الأهلي أو مضى في النادي الأهلي. لكن الطبيعي اللي بيحصل إيه؟ اللي بيحصل إن النادي الأهلي بيبقى محدد اتجاهه في حتة معينة وعارف هو عايز إيه ورايح لها. وعلى طول بالمناسبة في الفترة الأخيرة المدير الفني لنادي الأهلي بيكون مدرب مفاجأة. يعني إيه؟ أرجع بالذاكرة مع حضرتك لورا شوية. هو الأهلي عندما تعاقد مع السويسري ريني فايلر، السوشيال ميديا كانت تعرف اسمه قبل إعلان النادي الأهلي؟ هل السوشيال ميديا كانت مجتمعة على إنه مدرب كويس؟ لا. لكن لما اشتغل ايه اللي حصل؟ كل الناس قالت ان هو مدرب عبقري وجامد. لانه اللي ماشي دلوقتي او السوشيال ميديا بعض من لا يشجع النادي الاهلي بتحاول تزقه،
ان اداره النادي الاهلي بتمشي ورا السوشيال ميديا. اداره النادي الاهلي بتعمل كل اللي عايزاه السوشيال ميديا علشان تستريح. لكن هذا الكلام غير صحيح، لانه زي ما قلت لحضرتك اهو، هل حد كان بيطالب بريني فايلر قبل ما ريني فايلر يجي؟ لا، ما حصلش، وحد يثبت لي ان ده حصل. طيب بعد ريني فايلر جه موسيماني، فاكرين قبل ما موسيماني يجي ايه اللي حصل؟ ما حدش كان متوقعها. لا اقول لك ساعتها، انا فاكر كويس قوي، قال لك ايه بعد ما لا يشجع النادي الاهلي، قال لك ايه؟ هي جنوب افريقيا دي فيها كره، والله اتقال كده. لكن في نادي في النهايه النادي الاهلي بيشتغل. وقتها برضو لو تفتكروا السوشيال ميديا انقسمت وقالت مدرب ايه ده اللي هنجيبه من جنوب افريقيا، ولكن الراجل كمل شغل فايلر وخدنا الدوري واكتسحنا كل البطولات الافريقيه والمحليه لولا الاحتواء بقى زي ما حضراتكم فاكرين وعارفين السنه اللي فاتت والسنه دي. بغض النظر عن ريكاردو سوارش وان هو كويس او وحش او ظروف تجربته، هل كان حد عارف ان الاهلي هيتعاقد مع ريكاردو سوارش؟ اتضرب قبل ريكاردو سوارش 50 اسم، اقسم بالله 50 اسم، لكن ما حدش قال ريكاردو سوارش. بس في النهايه اداره النادي الاهلي بتعمل ايه؟ بتعمل اللي فيه صالح النادي الاهلي ومتطلبات النادي الاهلي بمعطيات مختلفه تماما عن ما يدور على السوشيال ميديا. لكن هل ده معناه ان راي السوشيال ميديا مش مهم او ان راي الجمهور مش مهم؟ بالعكس، ما هو لازم الناس تفهم هذا الامر. هنا بقى لازم نفرق ما بين السوشيال ميديا وما بين الجمهور. جمهور الاهلي، جمهور الاهلي اللي من حقه يختار ويقول وينتقد ويعمل كل اللي هو عايزه، لانه اللي انا شرحته لحضراتكم من الاول ان السوشيال ميديا دي مش دايما واقعيه او عالم واقعي او حقيقي، اسمه الواقع الافتراضي او العالم الافتراضي. في ناس بتدخل باسماء وهميه زي ما قلت لك من شويه. لو عايزين اتكلم او اجيب لكم الحاجات دي موجوده هوريها لكم، لكن ممكن جدا زي ما قلت لك اسلام الشاطر مثلا يعمل 500 اكونت ويخش يقول زي ما قلت لك كده اداره الاهلي اداره فاشله، او اداره الكره في النادي الاهلي اداره فاشله علشان مش عارفين يجيبوا لعيبه، هم ليه ما جابوش لعيبه لغايه دلوقتي؟ هو ايه اللي بيحصل؟ كل يوم بيطرح اكتر من 10 اسامي لمدربين ولاعبين وتختلف التعليقات. مش هقول الناس ولا الجمهور، لان التعليقات دي وارد جدا تكون تعليقات وهميه، او وارد جدا تكون لناس مش من جمهور النادي الاهلي. وهو ده اللي انا بشوفه او شفته بعناية بالدليل. فبالتالي السوشيال ميديا مش دليل، مش مقياس في اتخاذ القرارات. لكن هل ده معناه ان زي ما قلت لك النادي الاهلي لا ينظر للسوشيال ميديا او للجمهور؟ لا طبعا، جمهور النادي الاهلي الحقيقي واعي وفاهم وعارف ان مهمته يكون في ظهر ناديه وادارته وفرقته، ولا عمره اتاخر عن النادي الاهلي ابدا ابدا، ولا الاهلي خذله قبل كده، الحمد لله والشكر لله. الاهلي وجمهوره مختلفين عن اي منظومه تانية في كره القدم المصريه، دي الحقيقه. فالجمهور من حقه يختار ويقول ويعمل، وانا عايز اللاعب الفلاني، واذا كان اللاعب الفلاني ده اذا كنت انت عايز مثلا على افتراض ميسي مثلا، واداره الاهلي شافت ان ميسي ده يتوافق وجوده في النادي الاهلي، هيسعوا ان هو يجيبوا ميسي، انا متاكد، لان انا بشجع النادي الاهلي وانا من جمهور النادي الاهلي. ولكن خدوا بال حضراتكم الفتره دي، خدوا بال حضراتكم الفتره دي من اللي بيحصل، لانه للمره ال20 اهو بقول لحضرتك ان هناك بعض الاكونتات، بعض الاكونتس الوهميه الفيك اللي مدفوعه الاجر، اللي لجمهور او لبعض من لا يشجع النادي الاهلي بيخشوا يودوا التعليقات في اتجاه معين،
اتجاه اتجاه يكون ضد النادي الاهلي على طول، وعمر ما جمهور النادي الاهلي ما بيكون ضد ادارته ولا ضد لاعبته، لكن بينتقد ادارته وبينتقد لاعبته طبيعي جدا وبيحصل. يعني هل لو حضرتك قلنا ان احنا ان كل اللي موجودين في النادي الاهلي مش مسؤولين عن اللي حصل للفريق، قلنا هذا الكلام هنا داخل قناه النادي الاهلي. قلنا هذا الكلام لان هذه هي الحقيقه، طالما في خساره الكل بيتحمل الخساره، في مكسب اول حد بنسقف له هو جمهور النادي الاهلي، وبعد كده الاداره واللعيبه والجهاز الفني والكلام ده كله، ولكن الجمهور هو افضل شيء واحلى شيء وسيظل دائما هذا بهذا الشكل. فمش عايز حضراتكم تقلقوا من حاجه في خلال هذه الفتره. النهارده كابتن محمود الخطيب شقيقته توفت يوم الجمعه. طيب هل الكابتن خطيب كان امبارح عنده اجازه مثلا او اول امبارح؟ لا. النهارده كابتن محمود الخطيب عنده عزاء شقيقته. كان بعد المغرب طبعا زي ما حضراتكم عارفين في مسجد المشير طنطاوي في التجمع الخامس. هل الكابتن محمود الخطيب ما شافش شغله النهارده؟ طيب ليه الكابتن محمود بيعمل كده؟ او ليه اللي موجودين بيعملوا كده؟ بيعملوا كده لان هم عندهم غرض واحد فقط. حاسين بالمسؤوليه تجاه جمهور النادي الاهلي. وعايزين يفرحوا حضرتك. كان سهل جدا الكابتن محمود اليومين ثلاثه دول يقول لهم يا جماعه انا معلش عندي حاله وفاه وقاعد في البيت. أو مش فاضي، لكن ده ما حصلش. كابتن خطيب يوميا متواجد في النادي ويوميا، يعني أنا آسف إن أنا بقول هذا الكلام، كان في حاجة قلتها له حتى في العزاء. شو يعني لازم، هو كان قايل لي كده على حاجة معينة قلتها في العزاء بيني وبينه يعني طبعا. فاللي عايز أقوله لحضرتك إن مفيش أي مشكلة خالص. كله حاسس بالمسؤولية وكله كابتن محمود الخطيب طلع مع حضراتكم ساعة على الهواء من قناة الأهلي من حوالي شهر ولا شهر وشوية، وقال إن ده أخطأ وده أخطأ وده أخطأ، ولكن ما ننساش إن كان في ظلم من التحكيم، وما ننساش إن كان في إجهاد شديد للاعبين في وسط بقى إيه سوء إدارة الفريق وسوء إدارة الفريق من الناحية الفنية والأخطاء وعدم توفيق وكذا، كل ده موجود، ما حدش يقدر يقول لأ. لكن في نفس الوقت زي ما حضرتك شايف، خصوصا ان انت كل ما بتخش في صفقه بيطلع لك فيها 100 عفريت. 100 عفريت. لكن هل متخيلين ان، وخلينا نتكلم برضو بمنطقيه مع بعض. هل لو عارفين يعني خلينا نتخيل كده ان الناس عارفه النادي الاهلي بيتفاوض مع مين؟ لو النادي الاهلي مش متكتم على اسم المدرب، كان ايه اللي حصل؟ كنت هتلاقي فلان داخل من هنا وفلان داخل من هنا وده داخل من هنا وده داخل من هنا عشان يبوظوا على النادي الاهلي لمجرد ان هو يبوظ على النادي الاهلي، ومعروفين هم مين ومعروفين. عشان كده على فكره هو تكتك، بس انا هقوله يلا، ممكن ارمي اسم اسلام خلاص مثلا، ممكن ارمي اسم اسلام عشان تروح تبوظ لي في اسلام وانا بخلص حد تاني خلاص. اتمنى ان الرساله تكون واصله لحضراتكم. يعني انا ممكن اكون انا كسوشيال ميديا النادي الاهلي بكون رامي اسم، اقول الاسم بلاش، اسلام، خلينا في اسلام، اكون رامي اسم اسلام وانا بخلص في محمد. وهنشوف الايام اللي جايه، ادينا يعني قاعدين وبنشوف. كل حاجه ليها تكتيك وكل حاجه ليها طريقه. هتقول لي حتى الصفقات فيها طريقه يا عم اسلام، انت هتقعد تفتي وتقول لنا مش عارف ايه؟ والله العظيم هذا اللي انا بقوله ده بيحصل في النادي الاهلي وبيحصل في اكبر انديه العالم، ان بترمي علشان تروح لفلان فكل الناس تجري، اه هو النادي الاهلي بيجيب اسلام، طيب هنروح نبوظ على النادي الاهلي اسلام، وتلاقي ده يخش من هنا ويعلي عليك وده يخش من هنا ويعلي عليك وده يخش من هنا ويعلي عليك، وانت في الناحية التانية شغال تعمل اللي انت عايزه لو عايز. لو عايز. فمش عايز حضراتكم تتأثروا بشيء خلال هذه الفترة، مش عايزين نستعجل. انا معرفش، كأن دلوقتي القطر واقف اهو والقطر جري مش الجرار. عشان الجرار ده عامل أزمة لناس كتيرة جدا، معرفش ليه. كل شوية الاقي ايه
فلان الفلاني بيرد على اسلام الشاطر في موضوع الجرار. انا ما قلتش حاجه غلط، لا انا ما قلتش حاجه غلط. الحمد لله والشكر لله، اللي بيحب النادي الاهلي وبيعشق النادي الاهلي هيعرف، واللي ما بيحب واللي عاقل وما بيحبش النادي الاهلي عارف ان الكلام اللي انا قلته كله كله صح. فتطلع كل شويه الاقي حد بعت لي لينك يقول لي فلان الفلاني يرد على اسلام الشاطر في موضوع الجرار، وعمالين نازلين تريقه الجرار اللي قالوا اسلام الشاطر وقف مش عارف فين وعمل ايه. للاسف الشديد، ولا مش للاسف الشديد ولا حاجه، انا عارف كويس جدا انا بقول ايه. وللاسف الشديد ان اللي بيردوا عليا عارفين ان هم عشان اخد بالي بس من الكلام، عارفين ان هم بلاش، عارفين ان النادي الاهلي هو الجزء الاكبر. مش هقول عليكم، انتوا عارفين. اقعدوا اللي بيقعد يتكلم نص ساعه واللي بيقعد يتكلم 10، مش هرد عليكم طبعا، يعني مش هرد على حد، لكن هقول لك رد واحد. هم انتوا نفسكم اللي كل شويه فلان الفلاني يرد على اسلام الشاطر ويتبعت لي اللينك، فلان الفلاني يرد على اسلام الشاطر ويتبعت لي اللينك. انتوا عارفين كويس قوي 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 ان الكلام اللي اسلام قاله هو الكلام الصحيح، ولكن هو علشان كان جامد شويه وضرب جامد الكلام، ضرب جامد يعني، فانا عارف ان انتوا متضايقين، لكن هذه هي الحقيقة. أنا ما بقولش حاجة، وعمري ما أقدر أغلط في نادي شعبي ولا غير شعبي، بالعكس في النادي الأهلي بيعلمنا الاحترام والأخلاق والمثل، غير إن أنا الحمد لله والشكر لله أبويا معلمني كويس جدا جدا الاحترام والأخلاق، أبويا وأمي معلمني كويس جدا جدا الاحترام والأخلاق. فأقعد أقعد رد عليا يومين ثلاثة كده، أنا عارف إن هي هو الترند اليومين دول الجرار، فأخش على الجرار. قول ورد براحتك، بس انت عارف بينك وبين نفسك كده، عارف كويس قوي ان الكلام اللي انا قلته هو الكلام الصحيح. قبل ما اطلع فاصل عايز اشيد ببدايه تجربه كنت قلتها لحضراتكم هنا في برنامجنا في البيت الكبير، وقلتها لكم في التوقيت في اخر جوله في الدوري، واللي طبقها بالفعل مارك كلاتنبرج، انا بحييه المشرف على لجنة الحكام باستعراض حالات جدلية في فيديو على صفحة اتحاد كرة القدم، والتعليق عليه سواء كان إيجابيا أو سلبيا، واستعراض ما يدور في غرفة الفار. كنت قلت لحضراتكم إن مارك كلاتنبرج هيبدأ تجربتها في الجولة الأخيرة من الدوري عشان ما يبقاش في ضغوط يعني، وبدون جدل كبير في ظل انتهاء المسابقة، وده اللي حصل بالفعل. واستعرض بعض الحالات، واستعرض مارك كلاتنبرج بعض الحالات وعلق عليها، لكن نتمنى يا رب ان ده يستمر في الموسم الجاي، ونتمنى ان احنا نشوف تطوير الأخطاء، او ما فيش حاجة اسمها تطوير الأخطاء، ولكن تطوير المنظومة والأخطاء تقل، لكن ما فيش حاجة اسمها تطوير الأخطاء. فأنا الحقيقة بسقف ليه مارك كلاتنبرج ومتحمس ليه هقول لحضرتك، لأنه هناك حملة غير طبيعية على هذا الرجل، حملة غير طبيعية على هذا الرجل، علشان فلان أو علان أو ترتان ما تخلوا التجربة تكمل. خليه على فكرة، لو الراجل ده عمل حاجة وحشة هنطلع نقول إن الراجل ده وحش أو عمل حاجة وحشة، أنا آسف. وزي ما كلكم خدتوا فرص واشتغلتوا في لجنة الحكام، ادوله سنة يا أخي وشوفوه هيعمل إيه، مش يمكن تستفيدوا منه؟ مش يمكن يحصل استفادة منه؟ ولا إيه؟ ولا أنتوا عايزين بس الاحتواء؟ هو إحنا سمعنا من مارك كلاتنبرج حاجة اسمها احتواء؟ قول لي، في حاجة اسمها احتواء قالها مارك كلاتنبرج؟ في حاجة اسمها روح البروتوكول؟ هل طلع دافع عن خطأ؟ لكن أنا مش هقيمه مع الموسم ده الحقيقة، لكن هي بداية جيدة.
انا هقيمه عند بدايه الموسم القادم. الموسم اللي جاي هبتدي اقيم، لكن دلوقتي يا فندم انا مش هقيم ولا هتكلم. مبسوط؟ مبسوط مع التجربه؟ اه مع التجربه. كفايه تخبيط في الراجل، المره الجايه هقول بالاسماء مين بيخبط ومين بيعمل ايه، مين بيخبط ومين بيعمل ايه. فاتمنى ان التجربه دي تنجح وان احنا نستفيد منها، كل اللي موجودين يستفيدوا منها. انا عارف حتى في ناس اصدقائي كتيره جدا من الحكام قالوا لي ان هم مش حابين هذه التجربه، ولكن هنمشي فيها. قالوا لي كده، هنمشي فيها لان احنا عايزين نستفيد. ففي ناس عايزه تستفيد، وفي ناس كل الغرض منها او كل اللي عايزينه مصلحتهم فقط. هو لما التحكيم يتطور ويتحسب بنالتي ضد النادي الاهلي، هو جمهور النادي الاهلي هيزعل؟ ما خلاص، لما لا قدر الله اتغلب النادي الاهلي، هل جمهور النادي الاهلي هيزعل من التحكيم؟ مش هنقول في التحكيم، طالما بالقانون ما فيش مشكله، مع ان مش كل حاجه بالقانون يعني، لكن ماشي اوكي. لكن طالما بالقانون ما عندناش مشكله، طالما بعيدا عن روح البروتوكول وبعيدا عن الاحتواء وبعيدا عن الالفاظ والمصطلحات الجديده اللي احنا اول مره في حياتنا نسمعها. والله العظيم ثلاثة، انا بس يعني ما بحبش احلف، لكن سالنا واحد واثنين وثلاثة واربعة، وسالنا ناس في السعودية والله العظيم، وناس في بره مصر، وناس هنا وناس هنا وناس هنا وناس هنا. قال لك روح البروتوكول. يعني ايه روح البروتوكول؟ حتى الخبير اللي في الفيفا ولزقوا له الموضوع ده قال لك انا ما قلتش كده، مفيش حاجة اسمها كده اساسا. لكن احتواء وروح بروتوكول، مصطلحات والفاظ ما خرجتش الا في عهد كابتن عصام عبد الفتاح. هذا الرجل المحترم، هتقولي اه محترم جدا، رجل محترم جدا على فكره بشكل شخصي، لكن انا بتكلم او بنتقد اداؤه الفني، لم يكن على المستوى المأمول منه في رئاسه لجنه الحكام. انا اسف ان انا بقول هذا، مش اسف، انا بقول هذا الكلام على مباشره، وعندي استعداد ان انا احاسب اي حد. وعرضت مره واثنين وثلاثه على الكابتن عصام، مش بيني وبينه ما كلمتوش يعني في التليفون، ولكن امام حضراتكم، امام ملايين من الجمهور الاهلاوي، يا جماعه دي المعلومات اللي عندي، ولو الكابتن عصام عايز يرد انا يطلع يرد على الهواء، ومش هرد عليه كمان، هسيبه يعرض وجهه نظره تماما، وانا هقعد ومش هتكلم خالص، وبعد ما يخلص انا اتكلم. ولكن ما حدش رد. عارفين ليه؟ لان هم عارفين ان انا معلوماتي صحيحه، عارفين ان هم ظالمين النادي الاهلي. مش هو بس بالمناسبه، هو او اي حد في قناه النادي الاهلي او في برنامج البيت الكبير اتكلمنا عنه، كنت دايما باتيح الفرصه للجميع، اللي عايز يطلع يطلع، واللي عايز يقول يقول، واللي عايز يرد يرد. ولكن طالما حضرتك ما ردتش، دي شهاده بمصداقيه البرنامج، ولا رديت عندي ولا رديت على غيري، فدي شهاده بمصداقيه هذا البرنامج وبمصداقيه أن هناك أخطاء كارثية ضد النادي الأهلي حصلت أو وجهت نتائج المباريات. وأنا هنا بقول هذا الكلام لأنه 14 نقطة، أنا خسرت 14 نقطة. أنت هتقعد بقى تعيط يا عم إسلام، هم البعض من اللي يشجع الأهلي هيعملوا كده، هياخدوا الحتة دي ويقول لك هو لسه بيعيط لغاية دلوقتي. أنا ما بعيطش، لكن ما حدش هيقدر يجبرني إن أنا ما دافعش عن حقي وعن حق النادي الأهلي. يعني محدش هيقدر يجبرني ان انا اعمل كده، هعمل. قول بيعيط، قول بيعمل، زي ما قلت لكم كده، ما كل شويه حد من الاخوات اللي من الشقق يمكن، ولا حتى والله ولا شقق، ماشي. المهم يعني حد من الناس دي بيبعت لي، انا عارف لما الصحفي الفلاني يبعت لي اللينك ده هو تبع مين، انا عارف طبعا. فلان الفلاني بيرد على اسلام وعامل بقى وبطل وطلع يرد ويعمل وبتاع، وهو في النهايه عارف ومتأكد أن الأهلي هو جرار. محدش هيقنع الناس بالعافية، دي أرقام، أرقام وليست شيء آخر. حضرتك بتقول إيه؟ حضرتك بتقول إيه؟ ارجع للأرقام ووريني. أنا وقلتها على الهواء، قد أكون استعجلت عشان أنا الأرقام بعرفها،
لظروف معينة فبعرف الأرقام، لكن قد أكون استعجلت لأن الأرقام لسه لم تصبح رسمية. ولكن لما الأرقام تصبح رسمية أنا بأطالب كل الناس دي مش يعتذروا لي، يعتذروا للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي. ساعتها فقط، ساعتها فقط ممكن أطلع أرد عليكم بالمنطق، لأن أنا لو قلت الأرقام اللي فاتت، بلاش اللي جاية، اللي فاتت كله هيحط وشه في الأرض ويقول إحنا آسفين يا صلاح، إحنا آسفين يا نادي يا أهلي كده. عايز كل الناس اللي عملت فيديوهات وبترد على إسلام زي ما هم زي ما بيتبعت لي، لما تعرفوا الأرقام كلمة واحدة بس، اطلع اعمل فيديو يقول إحنا آسفين يا نادي أهلي، لأن النادي الأهلي يستحق كل الاحترام، وعمرنا عمرنا ما هنفكر في أي شيء آخر. طيب أنا آسف إن أنا طولت مع حضراتكم في هذا الأمر، ولكن كان لازم إن أنا أرد على، وأنا بقعد يعني خميس جمعة سبت بسمع وبشوف وبتفرج، والغريب بقى إن هم ما بيردوش غير يوم الأربعاء والخميس والجمعة، مش عارف ليه، بس ماشي. أنا بطلع الحد بالحد للأربعاء، اللي عايز يرد يرد، واللي عايز يتكلم يتكلم، هرد في وقته. عندما تظهر الأرقام أطالب الكل بالاعتذار للنادي الأهلي ولجمهور النادي الأهلي مش لإسلام. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع نقرأ أخبارنا، أخبار البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. الحقيقه انا برضو مهم جدا ان انا اقرا ردود افعالكم على طول وقتيا على التويتر تحديدا، لانه في ناس كتيره بتبعت لي على التويتر، بحاول ان انا اوصل لهم لان انا مش عارف اخش على الاكونت بتاعي لغايه دلوقتي، لكن تويتر قال لي بعت لي وهيحلوا هذا الامر. لكن دانا بتقول، اسلام الشاطر بيقول عندنا افضل لاعبين في مصر، الصفقات لازم تكون بالعقل مش بالعدد، ومين يعرف فايلر او موسيماني. وده تمهيد، هي بتسال بقى هو ده تمهيد لايه بالظبط؟ والله العظيم ولا تمهيد ولا حاجة، أنا عارف عدد من الصفقات خلصت وانتهت، فأنا أصريت إن أنا أطلع أقول هذا الكلام، وله تمهيد لشيء ولا لأي حاجة خالص. محدش عارف الدنيا هتبقى ماشية إزاي خلال الفترة اللي جاية دانا، لأنه في النهاية النادي الأهلي يعلم تماما هو عايز مين وعايز إيه وفين. صدقيني أنا والله ده لا تمهيد لأي شيء خالص. عدد الصفقات مش لازم بعدد الصفقات، يعني معلش هل انت مش معايا في هذا الامر ولا معايا؟ معرفش، لكن مش بعدد الصفقات. على فكره ممكن النادي الاهلي يجيب عدد من الصفقات، مش هقدر اقول كام او معرفش كام يعني، لكن ممكن يجيب عدد من الصفقات. حد بيقول اسلام، لا شكرا. حد بيقول احمد، بيقول بينتقدني يعني، بيقول ان انت بقيت مستفز جدا وبتعيد وبتزيد. والله انا بعيد وبزيد علشان هناك البعض بيحاول ان هو يفهم، او بحاول افهم البعض يا ابو حميد ان هو لازم ايه الموضوع يمشي ازاي، فلازم اقوله مره واثنين وثلاثه، لكن قد اكون اوكي بالنسبه لك، لكن يعني احترم وجهه نظرك تماما يعني. حد تاني بيقول الكابتن اسلام بيتكلم عن اللجان، احمد علام بقى بيقول للكابتن اسلام عن اللجان المدسوسه وسطنا وهو بيتكلم صح. حد تاني موافق على الكلام اللي انا بقوله. هاني مصطفى بيقول بيتكلموا عن صفقات النادي الاهلي، بيقولوا فين اللعيبه؟ لجان مش مشجعين للنادي الاهلي واكونتاتهم معروفه، وكاتب كده المدعو اسلام. خلاص مفيش تجديد يا اعلام الاهلي، ده ناقص يقول اللي بينتقد وانت كذا. لا ابدا، بالعكس حضرتك واضح ان انت ما سمعتش يا هاني، هاني مصطفى واضح ان حضرتك ما سمعتش الكلام اللي انا قلته. انا قلت ان جمهور النادي الاهلي اللي معروفين هم ازاي وبيشجعوا ازاي وبيتكلموا ازاي وبيقولوا ايه، دول على دماغنا ويعملوا اللي هم عايزينه وينتقدوا ويعملوا كل حاجه. لكن انا بتكلم على بعض الاكونتات اللي في التعليقات معينه فضلنا ماشيين وراهم وجبناهم ان هم اكونتات وهميه، لكن جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي من حقه يقول اللي هو عايزه ويعمل اللي هو عايزه. يعني اتمنى بس ان حضرتك تكون كملت الصوره كامله، يعني لانه مهم جدا جدا ان الصوره تكمل لاخرها، ان حضرتك تسمع الموضوع لاخرها. مره تانية بس انا بقول لحضراتكم ليه انا بقول الاخبار، وليه انا بقول انا اسف، ان خلي بالكم من الاكونتات الوهميه دي، لان هذه هي الحقيقه ومعايا الدليل على الكلام اللي انا بقوله بس يا فندم. لكن جمهور النادي الاهلي له يستحق يعمل اللي هو عايزه، مفيش اي مشكله.
خلينا بقى نروح لأخبارنا النهاردة. عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب بمسجد المشير طنطاوي أقيم مساء اليوم الأحد عزاء شقيقة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك بالقاعة الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي. وكانت الفقيدة قد انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير يوم الجمعة الماضي. أيضا النادي الأهلي، وإحنا برضو خلينا اللقطات دي معانا شباب، النادي الأهلي بينعي والد كابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي. الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والسادة أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي وقطاعات النادي الإدارية والرياضية ينعون ببالغ الحزن والأسى والد الكابتن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الذي وافته المنية اليوم، وداعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان. طبعا زي ما قلت لحضراتكم دي لقطات من عزاء المغفور لها بإذن الله أخت الكابتن محمود الخطيب. طيب الخبر اللي عندنا بعد كده، روي فيتوريا بيختار 8 محترفين في قائمة المنتخب الأولية لمعسكر سبتمبر. أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا القائمة الأولى للاعبين المحترفين المختارة لمعسكر الفراعنة في شهر سبتمبر الجاري، والذي يتخلله وديتان أمام منتخب النيجر وليبيريا يومي 23 و27 من الشهر الجاري. واللاعبون هم محمد صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، أحمد حجازي، طارق حامد، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، وسام مرسي. وأكد المدير الإداري لمنتخب مصر أن هناك عددا من اللاعبين الذين يحملون الجنسية المصرية في الخارج على رادار الجهاز الفني للمنتخب، وتم التواصل مع أكثر من لاعب خلال الفترة الحالية، ولكن حالت بعض الظروف من جانبهم لعدم التواجد في المعسكر الحالي، وسيتم التواصل معهم مجددا ومن الممكن استدعائهم خلال المعسكرات المقبلة. روي ميكالي المدير الفني لمنتخبنا الأولمبي قال إن اللاعب المصري يشبه البرازيلي وأحلم بذهبية أولمبياد باريس، نتمنى له كل التوفيق. حبيبة حسن تعود إلى فريق سيدات السلة. قال كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي الأهلي أن الجهاز الفني للفريق الأول لسيدات سلة الأهلي بقيادة كابتن طارق خيري قرر عودة اللاعبة حبيبة حسن إلى صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد. أيضا خيري يصعد جايدة ونرمين لفريق سيدات السلة. زي ما قلت لحضراتكم هناك تحرك في كل الملفات في كل الألعاب الحقيقة، مش في كرة القدم فقط ولكن كل الألعاب. إن شاء الله إن شاء الله سنة تكون جيدة للنادي الأهلي في كل الألعاب وليس في كرة القدم فقط. نتمنى يا رب كل التوفيق للنادي الأهلي. طيب دي كانت أخبارنا، خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل عندنا 4 من نقادنا الرياضيين الكبار، أستاذ جمال الزهيري، أستاذ محمود صبري، الأستاذ عبد الحكيم أبو علم، أيضا الأستاذ عمر البنوبي، هيكونوا في ضيافتنا ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، خليني أرحب بضيوفي ونجومنا الكبار في النقد الرياضي، استاذنا الاستاذ جمال الزهيري. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بيك يا استاذ منور. الله يخليك. استاذ محمود صبري، ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا كابتن. كله تمام؟ تمام الحمد لله. لسه جاي من العزاء برضو دلوقتي هنتكلم في هذا الامر. هذا استاذ عبد الحكيم ابو علم. اهلا وسهلا كابتن. منور يا استاذ ابو حكيم. ربنا يخلي حضرتك يا كابتن. استاذ عمر البنوبي، منور يا استاذ عمر. منور يا كابتن اسلام. ربنا يخليك. استاذ جمال خليني ابدا مع حضرتك، وطبعا عزاء واجب للكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق. طبعا بنقدم خالص العزاء كابتن محمود الخطيب في وفاة شقيقته، والأستاذ أمير في وفاة والده، وبنتمنى لهم يا رب الرحمة بإذن الله. والحقيقة برضو يمكن أنا التقيت مع الأستاذ محمود، كنا في العزاء وكان في مجموعة من الرجال الرياضة والنقد الرياضي
أيوه. عدد كبير جدا، وكانوا حريصين على ان هم يقدموا واجب العزاء للكابتن محمود الخطيب. وبنتمنى يا رب الرحمه للفقيده، وان شاء الله يكون اخر الاحزان. استاذ محمود، طبعا بنشاطر الكابتن محمود الخطيب الاحزان وكابتن امير توفيق يعني، ولكن المواقف اللي زي دي كابتن اسلام بتبقى برضه رهانه على حب الناس والتاريخ الكبير كابتن محمود الخطيب. مش عاوز اقول لك يعني انا خدت مشوار لغايه هنا مع الناس اللي معاهم، هم بيتكلموا على اخلاق الكابتن وتاريخه. وكابتن محمود الخطيب طبعا بيقول له البقاء لله، دي حال سنه الحياه والدنيا، وكلنا راحلون يعني، ربنا يعني يلهمهم الصبر واهليهم وزويهم والاسره. وبقول للكابتن امير يعني طبعا رحيل الاب تبقى صدمه كبيره جدا يعني، ربنا يعني يثبته ويلهمه الصبر يعني. نتمنى يعني لاسره النادي الاهلي الخير طبعا والسلام والبقاء لله. استاذ ابو احنا بنشاطر طبعا الكابتن محمود الخطيب الاحزان في وفاه شقيقته. يمكن الحاجه بس الملفته للنظر ان الكابتن الخطيب النهارده برغم ان هو كان المفروض مرتبط بتلقي واجب العزاء مساء اليوم يعني في التجمع الخامس، لكن كان موجود في النادي وعمل اجتماعات ومارس يعني الشكل الطبيعي. ده يمكن ضريبه ان انت بتعمل في عمل عام ونادي كبير زي النادي الاهلي، موجود وعمل اجتماعات بشكل طبيعي جدا. برضه الكابتن امير لحد امبارح برغم ان والده كان لو النهارده امير كان موجود وعرف وهو موجود في الاجتماع، تلقى الخبر يعني وهو في الاجتماع. والده كان عنده ظروف صحيه، وبرغم كده يمكن دي الضريبه اللي الكابتن الخطيب برغم الالام والاحزان شقيقته الكبرى، لكن كان موجود في النادي النهارده. وكمان كابتن امير يمكن حضرتك بتاكد انه كان موجود النهارده، فدي الضريبه. وبنقول لهم يعني ربنا معاهم وبنشاطرهم الاحزان. يعني انا طبعا بتوجه بخلص العزاء للكابتن محمود الخطيب والكابتن امير توفيق في مصابهم الاليم. وفي نفس الوقت المشهد اللي شفناه النهارده في العزاء، يعني انا بعتقد انه ده الارث اللي بيسيبه كابتن الخطيب كمان لكل واحد بيتعامل معاه وبيشوفه. بتشوف ناس من اجهزه الدوله بالكامل، بتشوف نجوم الرياضه، بتشوف الاعلاميين، بتشوف كل الناس حابه ان هي تشاطره احزانه، لانه راجل يحترم نفسه ويحترم الجميع، وبينال الحب واحترام وتقدير كبير من كل من تعامل معه، حتى من اللي الناس من اللي ما يعرفوش بشكل شخصي. فبالتالي يعني انا بقول بقاء لله، وان شاء الله ربنا يجعلها اخر الاحزان يا رب ان شاء الله. استاذ جمال، خلينا نبدا يعني الناس كلها بتتكلم عن الصفقات، الناس كلها بتتكلم عن المدير الفني. انا دايما خلال مسيرتي مع النادي الاهلي او تشجيعي للنادي الاهلي، تمام، وحضراتكم احسن ناس يعني، حضرتك والاستاذ محمود تقدروا تتكلموا في الموضوع ده احسن ناس الحقيقه. ربنا يخليك، لان انتم يعني بسم الله ما شاء الله عمر طويل مع النادي الاهلي. اللي بيحصل في الطبيعي، ومعرفش صححوا لي لو قد اكون غلط، انا قلت في بدايه كلامي ان الطبيعي ان النادي الاهلي، اصل الناس ايه بتقول لك ان الصفقات اللي الناس اللي النادي الاهلي بيجيبها مش عارف يجيب صفقات. النادي الاهلي مش بيقولوا كده في على السوشيال ميديا كلام، لكن انا بشوف ان ده تكتيك او طريقه معينه بيستعملها النادي الاهلي، ان هو يرمي اسم عمر وهو بيجيب استاذ محمود بالزبط. مثلا يعني ودي حصلت خلال السنوات اللي فاتت كتير جدا جدا. راي حضرتك هذا الكلام ايه؟ وبعدين هنفضل كده لغايه يعني هنفضل ورا هذه الامور لغايه امتى؟ اولا يعني لا داعي للقلق، مش عشان حاجه، لان 100% النادي الاهلي شايف كل المشاكل اللي هو بيعاني منها. يعني المسؤولين في النادي الاهلي عارفين تماما، ومش معنى انه يبقى في تدعيم ان انت هترمي الفرقه بالكامل. والطبيعي بالمناسبه في كل الانديه العالميه طبعا الكبيره، لا في قوام، القوام الاساسي موجود بناء على التجارب بقى اللي مجلس الاداره ولجنه التخطيط والمسؤولين عن الكوره شافوها خلال هذا الموسم. اعتقد انه بقى في فكره جيده جدا عن ايه المتطلبات. فبالتالي مش هيبقى انت الناس متوقعه انه بعد الموسم ما يخلص هيحصل تغيير شامل في فريق كره القدم. وده مش يعني مش عايز اقول ان هو مش طبيعي، مش صح كمان، لانه انت مش هينفع تغامر بانك تغير. وفي فرق كتير عانت معاناه كبيره جدا من حكايه التغييرات الايه المستمره. هو الفريق كان بيحتاج الى
دي رقم واحد. اللعيبة الأساسيين اللي موجودين كانوا محتاجين إلى فترة راحة. أعتقد أنه فترة الراحة دي هتخلي عدد كبير من لعيبة النادي الأهلي يرجعوا إلى حالتهم الطبيعية اللي من خلالها كان النادي الأهلي بيحقق بطولات. يعني إحنا شفنا مع يعني قبل ما ياخدوا الأجازة في لعيبة فقدت تماما حساسية الملعب وتشعر إن هم لا مجاهدين يا جماعة، مجاهدين يعني إجهاد بشع. نتمنى ألا يحدث في الموسم القادم. إنما بالنسبة للصفقات إحنا قلنا إنه مجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب والمسؤولين عن كرة القدم عارفين إيه المراكز اللي محتاجة تدعيم، وقد يكون هناك حرب نفسية من البعض. كل ما بتتأخر في الإعلان الناس بتطلع تهاجم وتقول ده النادي الأهلي مش عارف أو ما خلصش الصفقات اللي هو عايزها، وده غير حقيقي. يعني هنفاجئ جميعا في وقت معين قريب جدا يا كابتن إسلام إنه بيعلن أسماء اللعيبة اللي تم الاتفاق معاه والمدير الفني اللي هيشتغل، لكن هي مش كلامه يعني مش مادة للحديث في السوشيال ميديا أو في وسائل الإعلام إنه كل ما يتفاوض مع لاعب يطلع يتكلم عنه. ده مش أمر معتاد في النادي الأهلي. وبرضو يمكن اللي مخلي الناس دلوقتي فرحانة قوي في فيما يعني ممكن وصفه بأنه النادي الأهلي لم يعلن أسماء صفقات، هم معتقدين أن النادي الأهلي مش نايم. يعني المسؤولين في النادي الأهلي شغالين ومية في المية ماشيين بنظام معين، وبرضو مش أي لاعب هيجي، لازم يكون لاعب له مواصفات أنه هو يلعب في النادي الأهلي. لأنه إحنا برضو كان في تجارب سابقة في لعيبة جت في وقت ما وبعد كده لا بس ده طبيعي ان في لعيبه تيجي وتمشي وتعمل وبتاع، ده بنشوف طبيعي. لا بس انا بتكلم على يعني. انت مش عايز المره دي تكرر اي تجربه فاشله يعني او تجربه غير ناجحه يعني بمعنى اخر. وبالتالي صبرا قليلا يعني يمكن الناس قلقانه وده حقهم طبعا. طبعا يعني حق الجمهور ان هو يقلق جدا جدا. جمهور الاهلي يقلق مفيش مشكله طبعا طبعا. لا يعني اقصد ان جمهور الاهلي لكن هناك وده برضو سيبك من التحفيل. لا مش تحفيل اللي هو الجزء التاني الاخر اللي هو السوشيال ميديا اللي هو الاكونتات الوهميه. يوه ده كتير هي ليست تابعه لجمهور النادي الاهلي. ما هو انت الاكونتات الوهميه دي يا استاذ بيبان على فكره لا بيبقى عنده واحد يعني بيبقى واحد مسؤول عن 20 30 اكونت حضرتك عارف طبعا. فال 20 30 اكونت دول لما تيجي تبص على مصدرهم الواحد ده بتلاقيه ما بيشجعش الاهلي طبعا طبعا بيشجع نادي تاني. بص اي حد عنده انتماء للنادي الاهلي 100% الكلمه اللي بيكتبها بتبقى محسوبه. لا وهل ده معناه ان جمهور الاهلي ما بيكتبش فين الصفقات وفي ما بيكتب؟ ما يكتب وكل حاجه لكن في اكونتات معينه بتاخد يا استاذ محمود اراء الجمهور ويروح وجهه نظرهم ان هم هيقدروا يعملوا كده مع جمهور الاهلي كده ما بيحصلش. بص هناخد الموضوع ده هنخليه السوشيال ميديا. طبعا هناك صراع شرس على مين يبقى ملك الانفراد ملك الترند، مين اللي يجيب التايهه؟ المشهد انت شايف كل واحد بيكتب كل المدربين اللي خطروا على بالك وزي ما تيجي، اذا جت يبقى انا رقم واحد. يقول لك خمسه اذا جت يبقى انا انفردت. اذا جت يبقى انا انفردت. انا انفردت وجبت بيكتب 95 لاعب. اسماء على فكره اسماء طبعا مش عاوز اقول انها صعب تيجي هنا. صعب تفكر انها تيجي في منطقه الشرق الاوسط مش مصر. فالمشهد انت رايح فين؟ في الحدوته. الناس اللي مش عارفاه انه كل اللي انت شايف المشهد اللي انت شايفه ده كله ما حدش قادر يخترق سور غرفه مجلس اداره الاهلي عشان يعرف اللي بيحصل. برافو عليك. وانت مش برافو. هي ما حدش عارف يخترق سور واللي عايز يتقال له الكلام ده. يعني مدرسه من اصعب المدارس. يمكن حصل شويه كده لكن ما زالت تحتفظ بثوابت انها قافله كده. ولما تيجي المعلومه كانت من بره ما جاتش من هنا. يعني لما سوارش جه جاء من مين؟ من الجانب من ناحيه البرتغال. هو اللي قال كذا والناس كلها استغربت. يعني كل حتى احنا قاعدين بامانه شديده ما انا بكلمك وفايلر وموسيماني. ايوه يعني بعيدا عن يعني عاوز اقول لك ايه احنا نقدر نحكي لك تسلسل حكايات في الموضوع ده وطلعنا ونزلنا ياما كانت يعني الصحافه صحافه.
لكن هو المشهد دلوقتي اللي انت رايح فيه ده اللي انا بقوله لك، ما حدش عارف يقرب وما حدش عارف يعني ما حدش عارف يجيب المعلومه. فهنشتغل على ايه؟ على لعبه التوقعات. أي. ان انا مين مش توقعات كمان يا ريس، ده ترص 50 واحد اللي موجودين في السوق. ما انا بكلمك هتاخد، ما انا هجيبهم المشهد اللي انا بقوله لك. هم مش مقدرين حجم الظروف. طبعا جمهور الاهلي الواعي حاجه، وجمهور الاهلي المندفع حاجه تانية، والاكونتات المضروبه اللي احنا قلنا عليها وبدات تتكشف الحقائق في موضوع من الخلافات، وعلى راسها أيوة. موضوع موسيماني اللي الناس انخدعت، وبعد الناس تقول لك الحمد لله احنا خلصنا منه، ده كان حظ عامل علينا. طلع ثلاث ارباع الكلام صح اهو، ما بتطلع لازم ما تطلع، والناس لازم تاخد بالها انك انت جيل وقت. انت في الفتره دي بامانه شديده اذا لم يكن من يحب الاهلي عليه ان يحتاط، عليه ان يدافع، ان يحمي، يعمل حضانه للفرقه وللنادي في المرحله الجايه عشان الفرقه تقوم والنادي يعود للطلوع. ولكن اثناء ذلك يا استاذ محمود معلش بعد اذنك عشان الناس برضو بتقول احنا اثناء ذلك اذا كان يريد ان ينتقد من حق جمهور الاهلي يعني اصل الناس بتاخد كلام. لا يعني يا فندم اتخذ يا فندم انا يعني هو انتقاد انك انت تهد، الانتقاد فيه انتقاد ايجابي، انتقاد موضوعي، انتقاد يعني. يعني. طب انتقد وقدم لنا الحلول. يا كابتن عاوز افهمك على حاجه، وعاوز اقول للناس يا جماعه ما تعتقدوش انه الكابتن محمود الخطيب واداره الكوره هتروح داخله السوبر ماركت نبقى فين العلبه دي، وهات العلبه ايوه حلوه دي، وهات العلبه الثانيه، وهات العلبه الثالثه، خد يا عم الكيس فيه العلبه القديمه دي ويلا مش عايز. مش هينفع انت دلوقتي بتيجي حتى تمشي لاعب، انت عقدك ما بين انت ولاعب يعني النادي واللاعب، الطرف الثاني لو انت قلت له روح العب في الحته الفلانيه قال لك لا مش رايح، وهتاخد فلوس وقال لك لا مش عايز العب انا في الحته الفلانيه، ايه موقف يعني النادي يعمل ايه؟ ولا حاجه. وعندنا الامثله يعني انت ما تعتقدش اللاعب ده برضه بني ادم وعاوز يدافع وشايف نفسه انه مثلا هو شايف نفسه انه ما قصرش وعاوز يقول لك اديني فرصه. طب يا سيدي الفرصه من دلوقتي صعبه، ده بالدنيا يعني ناس ما تعتقدش ان النادي الاهلي هيروح يجيب 8 لعيبه. يا جماعه النادي الاهلي مش محتاج 8 لعيبه، انا بقولها لك اهو برغم كل الظروف دي. بلاش اللعيبه دي رجعت ما حدش عارف. لا اللعيبه دي اللي موجوده من افضل اللعيبه اللي في الدوري والكره المصريه رغم كل الكلام اللي بيتقال يعني حاله دي وجهه نظرنا احنا الشخصيه، بس هو كلام مهم جدا فعلا. الكلام الدنيا مش بايظه والناس بتحاول تبين، ودول الناس دول من افضل الناس الموجودين، وانت اعمل مقارنه عاوزك تجيب لي معلش هات لي اعمل لي مستوى ل 10 12 لاعب كانوا ثابتين في الموسم يعني كانوا بيلعبوا مثلا بره النادي الاهلي يعني بره الاهلي هات عدل او اديني الميزان. فانت عاوز اقول لك ايه المساله لو كانت بالحلم ولا بالرغبه اللي في النادي الاهلي عاوزين يجيبوا احسن حاجه يعني وقت اعتقد يقول لك ايه والنبي فك الكيس شويه يا عم فك الكيس ايه ما هو جايب بملايين فك الكيس ازاي يعني ما هو فك ما هو جبنا وطلعت الناس مصابه وناس ما اثبتتش. انت ممكن تجيب واحد مكسر الدنيا بره ويجي هنا، وممكن تجيب واحد قليل ويفاجئك ويعمل لك مستوى انت ما تتوقعهوش. يعني عاوز اقول ايه ارجعوا واقروا بس المشهد، لكن عاوز اقول نتيجه ما حدث مع بيرسي تاو ومكسوني والناس المرحله اللي احنا بنمر فيها خلت بقى في نوع من الحذر والقلق انك انت بتدور وبتفتش بدليل اللي حصل مع اللاعب الكازاخستاني، انك انت بعت لاعب كازاخستان اللي بعت له جهاز طبي، ودي حاجه يعني فكره حاجه كانت مهمه جدا انك انت اكتشفت وسالت وعرفت انه الراجل عنده حاجه وانقص رغم نقول عليه لعيب مهاري وبتاع وكده. لكن انت المشهد يا المشهد يا كابتن الواحد بيشوف حاجات بيسمع حاجات اسلام. بص طبعا الاجواء مختلفه، الاهلي في مدرب ده انت تدور على مدرب الظروف الصعبه، مدرب هيبقى عليه حجم ضغوط الناس عاوزاها في يوم وليله يعمل عصايته كده فيطلع لك بقى برازيل بتلعب على الارض. يا جماعه لا المساله هتاخد وقت. يعني افكركم كويس جدا بعد فتره 2001 و2002 بعد ما مانويل خد دوري ابطال افريقيا بخليط من الشباب والخبره، وبعد كده مانويل مشي، بعد كده جه بونفرير خسر اغرب دوري في تاريخ الاهلي كان عمل فيه رقم ما حصلش انه الاهلي فاز بكل مباراته خارج ملعبه في الدوري وخسر بالنهائي في مباراه غريبه جدا امام انبي. بعد كده مشي بونفرير جه توني اوليفيرا من افضل المدربين كان وقتها في البرتغال ما كملش ست شهور. بعد كده رجع مين؟ رجع مانويل، وكانت دي نقله. النقله دي تمت بسرعه؟ لا طب مش بسرعه، تم التدعيمات جه الفريق مره واحده؟ لا جبت واحد واثنين في يناير لما خلص الموسم وكنت والاهلي خسر الدوري قدرت تجمع مين؟ عناصرك بقى هنا جبت هنا وتعاقدت هنا وكان في شغل ووضع مختلف. النهارده النادي الاهلي دي انا شايفها مرحله من مراحله الانتقاليه اللي بتيجي كل مثلا فتره. المرحله دي عاوزه مرحله ايه؟ مرحله هدوء، مرحله دعم،
مرحله انك تدي الثقه. انت الموسم برضو برغم ان الكلام بيتقال لا الموسم برضو هيبدا سخن، لان انت شايف معسكر منتخب بادي هياخد لعيبه لغايه امتى، وانت هتروح تعمل معسكر اعداد، هل العناصر المنتخب دول اللي هيكونوا موجودين معاك ولا مش موجودين، برضو دي من الحسابات برضو من الحاجات اللي انت تحطها. فانا عايز اقول طبعا السوشيال ميديا بتمثل فيها السلبي واغلبها السلبي وفيها الجانب الايجابي، لكن اعتقد انه اداره النادي الاهلي واداره الكره الكلام ده مش في حطها في اعتباراتها، واكيد عندها في الفتره اللي جايه في خلال الاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون في كشف عن ملامح الموسم الجديد. برضه اخد رايك يا استاذ عبد الحكيم فيما يحدث على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا هنا انا اقصد مش سوشيال ميديا النادي الاهلي، ولكن السوشيال ميديا اللي ضد النادي الاهلي خلال هذه الفتره، وهي واضحه بيتكلموا في اتجاه واحد وهو تشكيك جمهور النادي الاهلي في اي صفقه او اي مدير فني. وهناك بعض الاسماء، يعني انا بستغرب انا مش قادر اتكلم دلوقتي، لكن بعد ما ان شاء الله يتم اختيار المدرب هقول لكم، لكن اذا لم يكن تم اختياره انا ما اعرفش لسه، انا برضه عشان ما حدش ياخد كلمه يقولها، انه هناك اسماء يا استاذ محمود يا استاذ جمال، هناك اسماء مدربين يعني ما حدش يتكلم او يتناقش فيها في اداره الكوره، ومع ذلك الاسماء دي اترمت وبعدين قال لك مش عارفين يجيبهم او رافضين، زي جروس هم على فكره وكيل جروس وطلعوا عملوا انه في حد في مصر اتفاوض وطلعوا عملوا قصه على موضوع جروس مثلا. أيوة. جروس ده دي انا قريتها يعني وفايلر وغيره واسماء كتير، بس خلينا في جروس سيبك من فايلر دلوقتي، لان فايلر ليه قصه تانية حضرتك عارف، يعني الاهلاويه يعني الناس اللي بتروح عارفه. فبرضه مهم جدا ان احنا نشرح للجمهور النادي الاهلي ايه اللي بيحصل عشان يبقوا عارفين. يا عبد الحكيم بص يا كابتن، هو في مجموعه من الناس دي يعني من ضمن السلبيات اللي في السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي كلها، انك بتعلي الطموحات وبتعلي السقف باسماء مدربين بترميها في السوق، ولما الاهلي يجيب واحد غيره يقول لك بص الاهلي ما قدرش يجيب، انت بتطرح اسماء وبترمي اسماء. هي مش القصه في النادي الاهلي، النادي الاهلي في الاول وفي الاخر نادي كبير جدا، بس فين؟ في الشرق الاوسط. يعني مش منطقي واحد مثلا ماسك نادي كبير جدا في اي في دوري كبير حلو سقفه طموحه بيتكلم، هو شئنا ما بين الدوريات عندنا في الشرق الاوسط وافريقيا او في اي مكان هنا في المنطقه بتاعتنا لا تقارن بالدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او الدوري الالماني. مش منطقي انك تقول لواحد بياخد ارقام الالماني صح تمام مثلا مارك روزا بالاسم، يعني واحد كان مارك روزا مثلا ده من ضمن الاسماء اللي اترمت يقول لك مثلا اصل ده رفض. يا جماعه انتوا بتعلوا الطموح قوي عند الجماهير وفي الاخر طب هو الاهلي طلع اتكلم؟ الاهلي قال ان احنا بنفاوض فلان ولا علان؟ ما حصلش، ما حدش اتكلم. بعد ما تعلي في بعض الناس بتبقى متخصصه انها تعلي التون قوي أيوة. في سقف الطموحات أيوة. جدا تمام مدرسة. وتذكر اسماء ده في واحد اتذكر ده في واحد اتذكر يا استاذ محمود دي حقيقه مدرسه لا هوري لحضرتك بعد ما نخلص. احنا معلش احنا بقى لنا 3 4 ايام شغالين على كام اكونت كده، اكونت محمود صبري مثلا خلاص ممكن عمر يتكلم في هذا الامر، اكونت محمود صبري مثلا، فمحمود صبري بنلاقي ان هو عامل 30 اكونت ايوه وكاتب ايه كلمتين، هي الاداره الفاشله مش عارفه تجيب لعيبه، هي اداره الكره الفاشله يعني بيغير كلمه دي اصلا اداره الكره الفاشله يعني. بتغير مش عارفه تجيب لعيبه، هو مارك روزا ولا بتاع روزا ده مش عارفين نجيبوه اصل فلان هي نفس الاسماء ايوه ايوه اللي هم ال 30 40 اكونت دول، فتوصل للاكونت الاساسي هو اكونت واحد هو اللي بيشغل ال 30 دول فتوصل له هو واحد هو واحد تخش على البروفايل بتاعه زي اي حد ما بيعمل، تخش على البروفايل بتاعه تلاقي ايه حاطط فانيلا مش حمراء ومعروف وبيشتم في النادي الاهلي فانيلا سودا بسبع خطوط ما اعرفش لا مش هقول اللون الفانيلا فانيلا سودا بسبع خطوط ما انا بقولك مش هقول لون الفانيلا ف هو ده اللي بيحصل بالظبط. فانت بتعلق ده في واحد من ضمن الاسماء اللي اتطرح يا كابتن بيشتغل ب 12 مساعد. اوكي. يعني ده بيشتغل في الانديه اللي فوق خالص اللي يعني مهما انت عندك مكافاه الدوري المصري كام؟ مكافاه اي بطوله عندنا في مصر بكام؟ لما اروح اجيب مدرب بياخد مليون دولار بره شهريا ده هل ده منطقي؟ مش منطقي طبعا. دوري عندنا جامد. الدوري عندنا دوري جامد قوي طبعا. فطبعا في ناس بتبقى قاصده انها تعلي السقف قوي والاهلي ما بيطلعش يتكلم عشان في الاخر يقول لك ايه الاهلي ما عرفش يجيب المدرب ده. بص يا كابتن الكلام اللي بنتكلمه هنا مش معناه ان الجماهير ما تقولش ان في صفقات جايه، لكن لما تيجي تتكلم وتمسك لما الاستاذ محمود يتكلم تمسك السكواد بتاع الاهلي هتلاقي فيه مثلا 12 لاعب لعبوا منتخبات وثلاثه
اجانب لعبوا منتخبات يبقى 15 لاعب. ده غير اثنين او ثلاثه كان بيلعبوا منتخبات ودلوقتي مش في منتخبات مثلا. وفي مجموعه الناس اللي صاعده كلهم منتخبات ناشئين. احنا كلامنا ده مش معناه ان الاهلي مش هيجيب صفقات، لكن انا بتكلم خدت الكلام اللي انا قلته في الانترو. انا دلوقتي حتى ببص لقيتهم كلهم كاتبين ان اسلام بيقول ان يعني ما فيش صفقات. لا لا لا. والله يا جماعه في صفقات بس انا مش قادر يعني. احنا بنتكلم يا كابتن على اسماء لعيبه في المنتخب. هل حد ينكر محمد الشناوي كان في المنتخب وما زال؟ محمد هاني، كريم فؤاد، اكرم توفيق، ايمن اشرف، عمرو محمد، عبد المنعم، ياسر ابراهيم، عمرو السوليه، حمدي فتحي، قفشه، محمد شريف، عمار حمدي، الناس دي ما لعبتش منتخبات؟ لعبوا. حسين الشحات وطاهر ما لعبوش منتخبات؟ لعبوا. ديانجو وعلي معلول وبرستاو مش في منتخبات بلدهم؟ الاسماء دي كلها مش في منتخبات؟ شرقيه ورافت خلي الناس اللي صعد دي كلها مش في منتخبات؟ احنا ما بنقولش، احنا مش بنقول معنى كلامنا ان مش هيلعبوا. النقطه الثانيه يا كابتن، الاهلي بيدفع ضريبه نهايه الدوري بعيدا عن اللي هو يتضاد مع فتره انتقالات في كل حته في العالم. انت جاي دلوقتي تدور على مدرب، وكل العالم كل انديه العالم مرتبط مع مدربين، وكمان حتى عايز تجيب بداوا شغل فعلا ده بدا شغل من شهر 7 المعسكر بتاعتهم. دلوقتي الدوريات بتشتغلت كمان اللعيبه. انت لو عايز تجيب لعيبه ده مش برده مش معناه لما انت هتيجي تتكلم هنا يقول لك ايه ده، بص ده بيبرروا ان الاهلي مش عارف يجيب. والله ما ده المشكله، لكن انا ما عنديش مشكله. لكن دلوقتي الناس الحمد لله والشكر لله الفتره اللي فاتت لما الحمد لله بنقول حاجه الناس تطلع تهاجم شويه، بعد كده بتعرف ان الحمد لله والشكر لله الكلام اللي حضراتكم وبيتقال هنا في هذه القناه ما هو الا الحقيقه فقط، وده حقيقي فعلا. فيا كابتن الناس الاهلي بيدفع ضرب. هو اي حد في العالم مش عارف ان فتره القيد والانتقالات في كل دول العالم خلصت واتقفلت؟ اللي احنا لسه هنبدا 1/9 ده مش منطقي. انت دلوقتي يعني عايز تجيب لعيب، في صعوبه انك تجيب لعيب، ومش معنى كده برضه ان الاهلي مش هيجيب، لا الاهلي هيجيب لعيب. دي وجهه نظري ان الاهلي حتى لو محتاج يبقى محتاج لعيبه بشكل معين. وبنقول للناس اللي هي بتعلي سقف الطموح عند الجماهير في مدربين، مش الاهلي، مش قصه الاهلي، قصه المدربين دي ما ينفعش تيجي تشتغل في الشرق الاوسط، ما ينفعش تيجي تشتغل في افريقيا بشكل عام. بس تمام اسمع برضو رايك يا استاذ عمر. يعني انا متعود ان انا اشوف كل مع كل فتره فيها مثلا نتيجه سلبيه في هزه في اداء النادي الاهلي الاقي على السوشيال ميديا تصريحات مثلا لريني فويلر، تصريحات على صفحات فيك، تصريحات نفسها فيك، كلام مش منطقي. اتصل بريني فايلر فيقول لي لا انا ما قلتش حاجه ولا اتكلمت ولا في الكلام ده. كل ده بيبقى غرضه الضغط على رقم واحد اداره النادي الاهلي طول الوقت، تصوير انه ريني فايلر مستني انه يرجع، فلان عايز يجي، لا نمشي موسيماني ونجيب حد تاني. تلاقي ناس تدخل تقول احنا نرجع فلان، لا نجيب علان، وترجع تلف يعني الدايره دي كلها تلاقي دايره مقفوله انه حد بيبقى موجه الموضوع ده انه عاوز يعمل راي عام في اتجاه معين. وده ما بيبقاش طبعا مش اهلاوي. بس هي الفكره كلها اللي انا عايز اقوله انه السوشيال ميديا مش منفصله عن الواقع، لكن الطموحات لما بتعلى قوي بيبقى برضو الغرض من وراها انه ارجع اقول اصل ما عرفتش تعمل كذا او الاداره ما عرفتش تجيب. هو ده مش منطقي. وعلى فكره اداره النادي الاهلي وانا متاكد من النقطه دي ان هي مش حاطه في حساباتها فكره ان السوشيال ميديا قالت ايه النهارده وامبارح وبكره هتقول ايه. هي بتحط في اعتبارها انا عندي معطيات على الورق، عندي ادارات شغاله على كل اتجاه، عندي اداره كوره بقعد معاها بسمع منها انا المعطيات بتاعتي 1 2 3 سواء في صفقات لاعبين او في التعاقد مع مدير فني على ارض الواقع. انا واقعيا محتاج مين، محتاج ايه، مدرب بيلعب بطريقه ايه، مش بتكلم على الاسم ولا الجنسيه ولا القصه كلها. في بعد اقتصادي للموضوع، انا البادجت بتاعي او ميزانيتي للتعاقد مع المدرب ده هتكون قد ايه، ومن هنا ببتدي بعد ما بجمع معطياتي كلها على الترابيزه. ده بعيدا بقى عن كل السوشيال ميديا والاراء والكلام ده، على الترابيزه بقول والله انا معطياتي ماليا عندي بادجت قد كذا، احتياجاتي الفنيه قد كذا، عندي ارتباطات من امتى، محتاج اخلص المدرب ده امتى، مين الـ يعني اللونج ليست والشورت ليست للمدربين اللي انا شايف ان هم يصلحوا للمهمه دي، وبتفاوض معاهم. انا متاكد انه ولا حد في السوشيال ميديا ولا في الميديا حتى الان، اصل في فرق ما بين السوشيال ميديا وفرق ما بين الصحافه المهنيه او الاعلام المهني اللي بيدور على معلومه. من حقك تدور على معلومه، هي الصحافه الالكترونيه. بالظبط. انا احيانا المعلومه بتجيلي، يعني ممكن تجيلي من بره مصر انه حد يسالني عن كذا مثلا، حد يقول لي ده في كذا ماشي، لكن الفكره كلها انه اتخاذ القرار بيكون بناء على معطيات موجوده على ارض الواقع مش موجوده على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي. وبالتالي هو الاهم ان جمهور الاهلي يكون واعي لحاجه زي كده، انه ما يبقاش هو اداه ضغط على مجلس الاداره ولا اداه ضغط على لعيبته. ما ينفعش حد يشكك في لعيبه النادي الاهلي اللي هم بقالهم سنين بياخدوا كل البطولات تقريبا. لو هنقعد نعد في البطولات فهم خدوا افريقيا وخدوا السوبر الافريقي وبرونزيتين كاس عالم وخدوا بطولات محليه،
وبالتالي لما اجي اقول النهارده اصل الاهلي محتاج صفقات وفين الصفقات؟ طب وبقيه اللعيبه اللي موجوده اللي موجودين دلوقتي دول؟ اللعيبه اللي هي قوام المنتخبات الوطنيه سواء حتى منتخب اول، منتخب اولمبي، او حتى منتخبات الناشئين. اعتقد انه لا، فكره انه ان الاداره بتمشي في صف السوشيال ميديا او انه السوشيال ميديا بتوجه القرار، انه ده غير صحيح بالمره. الاهم هي المعطيات على الارض. او في أيوة. موسيماني بالظبط، يعني لا حد كان يعرف مين اللي جاي بالظبط، ولا حد كان عارف ان سواريش جاي، ولا حد عارف ان موسيماني جاي، ولا حد كان عارف ان رينيه فايلر جاي، وانقسموا على كل الاسامي دي اذا كانت هي كويسه او لا. لكن مع ارض الواقع بقى، تنزل على ارض الواقع وتشوف شغل المدربين مثلا لما بيجوا، او تشوف لاعب انت جايبه، لا الكلام بيختلف. لكن من الجمهور الحقيقي، مش من فيك اكاونتس او اكاونتات وهميه وناس عايزه تضرب في النادي الاهلي وخلاص. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال، بخصوص التناول الاعلامي، ما الفارق بين المعلومه الصحفيه اللي بيتم الحصول عليها باصول المهنه وقواعدها المتعارف عليها في العمل الاعلامي، وبينما ما يتم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا؟ ده سؤال جميل وقديم اجابته. طب والله احنا طول عمرنا بنتعلم حاجه مهمه قوي، الفرق بين الراي وبين الخبر. تمام. يعني ما يعني انا فاكر كويس قوي عشان اشتغل في الاخبار مع الاستاذ عبد المجيد نعمان الله يرحمه، انه قعدت فتره طويله كل ما اجيب حاجه اديها له واقف جنبه يا كابتن اسلام لغايه ما يراجعها. كل مره ادي له خبر في شويه يعني فزلكه كده من بتوع الشباب يعني، فالاقيه عارف ال ماسك المقص تك تك تك، الاقي الكلام بقى قد كده خبر. قال لي الكلام ده لما تكبر يبقى تعالى اكتب رايك وتكتبه واضح. ففي فرق بين الخبر اللي هو فلان عمل كذا كذا كذا، ما تقولش انت رايك بقى، ما تقولش ايه عمل حاجه وحشه او عمل حاجه حلوه، ما تقولش رايك ولا تخترع حاجه مش موجوده ولا انطباعك، لا ولا تخترع. ده الاختراع ده جديد، لان اللي احنا عايشينه على السوشيال ميديا ده اختراعات. يا عمر زمان كنا قصة لازم حزينة والله. لازم الخبر قصة حزينة. الخبر او التصريح لازم يبقى على بق المصدر. النهارده كوبي بيست يا باشا، النهارده بيبقى خبر غلط نازل على موقع. يا استاذ جمال، ده ناس قاعده على الفيس يوتيوبر ومش عايشين هنا وعايشين بره، لا وللطرف الثاني بيقول لك ايه، ومن خلال مصادري داخل مجلس اداره النادي. انا بوريك، لا انا بوريك حجم الكذب، عايز اوريك حجم الكذب. انا بتكلم ومن خلال مصادري داخل مجلس اداره، انا جبت تفاصيل ما حدث. يا راجل عيب عليك يا باشا، ده اللي قاعدين في مصر. بس انا عجبني كلمه قالها هاني حتحوت الحقيقه من شويه. انا حابب اتابع دايما اول باول عشان افهم الدنيا ماشيه ازاي. ايه بقى قال ايه؟ هاني قال كلمه لطيفه جدا، قال ان النادي الاهلي هو من وجهه نظره يعني رجع زي ما كان، بمعنى ما حدش عارف يجيب معلومه. بس على فكره النادي الاهلي طول عمره، ما هو ده انا بس بقى ما حدش يعني بيعرف يجيب منه المعلومه غير لما تبقى معلومه رسميه في وقتها. يا فندم، أنا أول مره يجي مانويل جوزيه انا ما عرفتش من النادي الاهلي. اول مره عرفت من صحفي تونسي اسمه ظفر الله المؤذن في الدوحه، هو اللي اتصل بيا قال لي طبعا انتوا هتموتوا تعرفوا مين اللي جاي، حتى قالها لي جوزيه مانويل. صح، يعني بطريقتهم صح. يعني قال لي جوزيه مانويل، ايه يا عم المعلومات اللي عنه؟ قال لي كده. انا خفت اكتبه ليه؟ لاني مش مصدق ان الخبر ده صحيح. وكان زمان يا استاذ جمال، كنت انت يعني الجيل يعني كانت صحافه بجد، كنت مثلا لو طلعت الكلمه من عندك لا ما ينفعش، ما ينفعش تتكذب. لا ما ينفعش، ما كانش في كلمه ينفي في زمان دي. لا 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 خالص، لو اتكذب يبقى يومك ابيض. لاحظ دلوقتي كل كلمه فيها كلمه نفي، كل يوم 20 نفي. انتوا في زمانكم يا ريس لا يعني دلوقتي كمان يا قصدك ايه زمانهم يعني؟ مش لا 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 ده صحيح. لا احنا لا عاشوا الصحافه الحقيقيه يعني، ده اللي اقصده بجد يعني. بجد عاشوا الصحافه الحقيقيه. انا مشفق على اللي بيشتغلوا في مهنه الصحافه دلوقتي، لان ما بقاش عنده سقف وارضيه، هو كل الدنيا سايحه في بعضها. وبعدين انا بقول لحضرتك، جرب انت نزل خبر غلط على موقع واتفرج بعد ربع ساعه، اكتب دلوقتي ايه المدير الفني للنادي الاهلي اسلام الشاطر،
هينزل الخبر. لا مش اسلام اي حد. ايوه ايا كان النبي يعني الخبر هينزل. بس انا لو قلتها ممكن ياخدوها. لا مدرب فني للنادي الاهلي ياسر ياسر مطار القاهره الان. وخش على جوجل وابحث عن الخبر هتلاقي 20 30 40 موقع خدوا الخبر لغايه ما يتاكدوا. يقول لك اخده الاول. يا ريت ده بيعملوا كده بس. ده تلاقيه في تركه بتتعمل دلوقتي واخد الخبر ونشره. انت ناس مثلا دلوقتي 11 36 دقيقه ماشي. في بعض المواقع عندها اوبشن يروح 11 يعملها 11 26 كمان. يعني هو نقله منك يعني وروح مقدمه 10 دقائق عنده في الوقت ونزل. اه والله العظيم دي بتحصل. غير التوقيت اللي كتب فيه اقسم بالله في مواقع بتعمل عليها فلوس لو هو على مسؤوليتكم. على مسؤوليتي انا الشخصيه في مواقع بتعمل الكلام ده. هي الفكره في مصداقيه المعلومه بدري. يعني ايوه جوجل بتسحب جوجل حاجه اسمها جوجل. هتيجي تكلمه هيقول لك لا انا اللي سابق قبل. انت واخد مني وهما الاثنين واخدين غلط. وهما الاثنين غلط. هي الفكره في مصداقيه المعلومه فين. وانا بمناسبه الجزئيه دي ومرتبطه بالجزئيه اللي اتكلمنا فيها قبل كده افتكر من في وقت بارتوميو من سنتين تقريبا وقت الخلاف ما بين ميسي وما بين برشلونه وكان بارتوميو هو رئيس النادي. فبارتوميو وقتها طلعت اتفجرت قضيه كبيره جدا فجرتها اذاعه كادينا سير في برشلونه في كاتالونيا انه بعض العناصر كانت بتعمل اكونتات وهميه او مكلفه حد بالمهمه دي لتشويه صوره ميسي وتلميع صوره بارتوميو والخلاف اللي كان ما بينهم وبالتالي وصلت ان هي بقت قضيه في المحكمه. هنا السؤال بقى هل هنا احنا عايزين لحد عمل كده يتحاسب لما يكون في حد بيروج حاجه غير سليمه يتحاسب. لا انت بتحلم اللي انت بتقول عليه ده. لا استنى بس لو اتعاملت واحده في موقف حصل يا استاذ محمود اللي انت اتعاملت واحده بس على حجم الشتايم والتجريح والقصص اللي بتتؤلف وتكتب على ناس وتشويه يومي انتهى الموضوع. ده هتبقى مش نقطه ده صفحه ومن اول الدفتر زي ما بيقول لك ايه من اول النقطه. استاذ محمود معلش يا كابتن اسلام هقول لك على واقع اهل قالها الاستاذ محمود. استاذ محمود قال لك الناس تبقى يوتيوب قاعده بره مصر وما تعرفش حاجه. هقول لك على واقع استاذ محمود. انت قلت جمله رائعه. فاكر ماتش الاهلي وسيمبا التنزاني الماتش اللي تالق فيه ميكيسوني اللي كان في تنزانيا اللي خسر الاهلي 1-0 في احد يعني مش هنقول الزملاء طلع في اليوتيوب بعد تاني يوم الماتش تمام قال لك ايه ان معالي الوزير طبعا العمري فاروق كان رئيس البعثه عقد العمري فاروق جلسه عاصفه مع موسيماني على الطائره اثناء رحله العوده وطلب منه تقرير مفصل يقدم للكابتن خطيب بمجرد العوده. انت كنت معاهم؟ لا خالص ما كنتش. بس الموضوع في ايه؟ موسيماني اصلا ما ركبش الطياره. موسيماني خد اجازه وطلع جنوب افريقيا على بلده قضى 4 ايام اجازه. اي كلام ولا حد بيحاسبه ولا حد بيحاسبه. اقسم بالله يا كابتن الواقعه دي حصلت بالنص وعلى فكره بتبدا موجود انا محتفظ بيه. انا اندهشت. طب ابعته لي والنبي عشان ولا ابعته لك والله. انا اندهشت ليه؟ انا بس محمود فكرني بيها لما قال لي الواقعه دي ان يعني انت حد بجد والله. اه والله العظيم حصلت. والله حصلت وجلسه عاصفه. اصل انا المشكله كنت بكلم حد من الزملاء يعني من لعيبه بقول له كذا قال يا عم الراجل ما جاش معانا اصلا. قلت له ما جاش معاكم ازاي؟ قال الراجل ما جاش معانا خد المساعدين بتوعه واحنا قدامنا 5 ايام راح تنزانيا جنوب افريقيا مفيش حاجه بسيطه. فقال لك نقضي يومين وبعد كده نرجع. فجلسه عاصفه والعمري فاروق وطلب منه تقرير مفصل. طب الراجل ما جاش اصلا الطياره. فكرنا بقى الاستاذ محمود هذا هو حال الاكونتات الوهميه عشان بس حضراتكم عارفين. غريبه وكمان هي الغريب فيها انه يطلب نائب رئيس النادي يطلب الكلام ده. طبعا مش موجود في الاهلي لكن هو السؤال يا كابتن اسلام. لا بس هو عملها صح. لا عملها صح. قال لك طلب منه يديها للكابتن محمود. اه طبعا بسرعه دي برضه معلمه برضه يعني برضه شوف اديها تاني. انا خدتها من كلامه. الراجل مش راجع تاني مصر. ها الراجل التاني مش راجع تاني مصر فمش هيديله تقرير وهو مش موجود اساسا. الكلام بص يا كابتن الكلام اللي هتكلمه ده اللي احنا بنقوله او انت سؤال اللي انت طرحته ده سؤال ده سؤال كبير جدا. لكن هل ده السؤال ده لو احنا جاوبناه وقلنا يعني اللي بيسمعونا هيغيروا حاجه من المشهد؟ مش هيغيروا حاجه من المشهد لانه في فرق زي ما بقول لك. الصحافه المكتوبه شيء واللي انت بتشوفه رغم انه على السوشيال ميديا بتكتب شيء تاني. هناك لا رقيب. لكن انت عندك رقيب. انت في الفتره اللي ما قبل 25 يناير او فتره فاتت انت لو كتبت خبر وجي تاني يوم قال لك نفي لازم خلاص تبقى عندك مشكله في شغلك طبعا. مشكله في منتهى الخطوره وتتجاوب وتتسال ايه ده مين نفى الخبر. طب لو انت نزلت خبر وجريده تانيه ضربتك في الخبر بص مش انا مش عاوز اقول لك عشان ايه الوضع مختلف. الوضع بيبقى في غايه الصعوبه
وموقفك انت قدام رئيسك في الشغل رئيس قسمك ومديرين التحرير وكمان لمسد لما كانت الاسماء بقى تخض بقى الاسماء الكبيره بقى لو وصل الامر انه تعالى ازاي حصلت حاجه زي كده وبتوجه بص توصل من رئيس التحرير مدير عام التحرير مدير التحرير رئيس القسم يبقى الامر بالنسبه لك اهو الوضع دلوقتي مع الازمه اللي احنا بنعيشها كلمتين انت لازم لا في كمان قليلين جدا سرعة. لا قليلين جدا في الصحافه اللي فاضلين يعني من الشباب اللي طالعين اللي عندهم بيشتغل قليلين يعني نقدر نعدهم نقول لك دول ممكن يبقوا الباقي والغالبيه المشهد ايه هي الاجنده بتاعتك فيها مين تليفونات وريني علاقاتك ايه انا عاوز اعرف دلوقتي ايه اللي بيحصل ايه اللي كان بيميز ان انا اعرف كابتن اسلام ليه اتصل بي واعرف كابتن جمال ليه اتصل بي واعرف عبد الحكيم واعرف عمر اللي اتصل بيهم دول نجوم بعرف اتواصل معاهم طب انت بتتواصل مين عشان تجيب المعلومه يعني مين علاقتك بمين مثلا في مجلس اداره سين وصاد والاتحاد الافريقي واتحاد الكوره وجبت المعلومه ازاي المشهد واحد بيرمي حاجه والكل بياخد منه لو معروف مين ايوه لا هو زي ما قال لك كده هو بينزل واحد بينزل خبر عمر كتب خبر كوبي بيست على طول لو انا معلم لا اروح اروح محطط ايه لو انا مدقدق يقلب المقدمه يحط جملتين جوه اديك ايه تشويق كده وايه واثاره على عينه ايه وطلب منه تقريرا لان يقدمه ولا انه كان لازم مره في ناحيته هي الفكره يا كابتن اسلام انه ايه في موضوعيه التناول او فكره السؤال اللي حضرتك سالته وطرحته انه الفرق ما بين المعلومه اللي على السوشيال ميديا دي وما بين العمل الاعلامي المؤسسي انه في العمل الاعلامي المؤسسي لو انت جبت معلومه هتتسال من رئيسك في الجورنال وهيسالك هيقول لك مصدرك ايه طبعًا. انا مصدري مثلا فلان الفلاني سمعني المكالمه اللي انت كلمتها له او وريني الرساله اللي هو بعتها لك بيقول لك فيها كده لكن على السوشيال ميديا احنا لما كنا بنعمل الماجستير الدفعه بتاعتنا كلها كان اشهر موضوع ايه الاعلام الجديد الاعلام الجديد ايه اللي هو تويتر فيسبوك السوشيال ميديا اي يعني حد يقدر اي حد يقدر يكتب اي حاجه وانت مش عارف هو مين اصلا يعني حتى ليه عملوا علامات التوثيق للاكونتات عشان تبقى عارف انه الاكونت ده بتاع الشخصيه دي لما يكتب حاجه تبقى عارف انه المعلومه سليمه او لا وتعرف تراجعه فيها لكن اي حد دلوقتي بيكتب اي حاجه قاطع كلامك احنا كنا بننتظر واحد يروح بيتهم عشان نكلمه في التليفون بالليل يعني تخيل بس برضو خلينا نقول يا استاذ جمال معلش وده مهم جدا عشان برضو اللي متابعين حضراتكم يبقوا معانا ان الامور تغيرت بمعنى لا بمعنى ايه بمعنى ان انا دلوقتي التليفون معايا اهو انا دلوقتي قاعد بقى ايه وعايز اتكلم ابص بصه كده اشوف هل في اخبار جديده هل في حاجه حصلت هل بتاع الاخبار الجديده دي عندي لو تخص النادي الاهلي انا هعمل هرجع لحضرتك لو تخص النادي الاهلي يعني انا يعني بقول او ان انا يعني عندي معلومه فيما يخص النادي الاهلي فببقى عارف اذا كويس انا ما بقولش انا بالعكس انا بقول التليفون المحمول والفاكس اول ما طلع كان قصه يعني حكايه ان انت تبعت موضوع يوصل بخطك في امريكا مثلا او انت في امريكا تبعته هنا حلو بعديها الانترنت والسوشيال ميديا السرعه او سرعه الاداء ليس معناها الفبركه بمعنى ايه برافو عليك اللي يتعلم صحافه لان لو بنتكلم على بقى النيو ميديا دي حاجه كويسه قوي لازم كلنا يعني انا واحد من الناس بتعامل مع مواقع دلوقتي يعني انا بقيت في المواقع اللي هي النيو ميديا اللي هي مش صحافه مكتوبه وبكتب فيها مقالات وكل حاجه بس هل ده معناه مقالات تمام مقالات انا بقول رايي او بعمل طب انا اقول لك معلومه مثلا انا قعدت 20 سنه في الاخبار ما كتبتش مقال غير سنه 2005 تخيل بعد 20 سنه في الاخبار لا دلوقتي بتكتب وكتبت مقال لا يا باشا ده دلوقتي اول ما بيطلع بيكتب راي عارف يعني ايه مقال يا كابتن ان انا انتقد كابتن اسلام الشاطر في قرار اقول انا مش معاك في القرار ده انت غلطان انت عملت كذا كذا حتى ده ما كانش يحق غير لواحد كون خبرات كبيره جدا طبعا وعنده من رجاحه العقل ان هو لما ينتقد واحد ما تبقاش قضيه وعنده من العلاقات يا استاذ جمال انك ترفع سماعه وانت تتاكد من معلومه ما انت وانت بتكتب مقال مش مجرد مقال بالظبط كده فلازم يكون عندك ترفع سماعه وانت بتكتب مظبوط والنادي الاهلي دايما ما يتبع هذه الامور فمثلا هنا انا مثلا لو طلع اتكلم على النهارده انا بتكلم على السوشيال ميديا انا بقول يا جماعه واحنا قاعدين مع مجموعه العمل بنتكلم عن
ان هناك اكونتات وهميه. اداره القناه قالوا لي طب هي فين فين الكلام اللي انت يعني هل ده حقيقي ولا انت بتقول طالع تقول اي كلام؟ حقيقي وتزوير علني. فوريتهم الحاجه ووريتهم ان المصدر ده ممكن يكون قريب وممكن يعني انا ما اعرفش مين لكن هو واضح على على البروفايل بتاعه عشان كده انا طالع اتكلم بمنتهى الثقه. ايوه ان انا الناس كلها في ظهري، الناس كلها واقفه معايا، الناس كلها شايفه ان يا جماعه اهو ادي 1 2 3 4 5 6 وصلنا لحوالي 18 اكونت فيك موجودين لمحمود صابر مثلا يعني. ايوه في اكتر من ان ريكاردو سواريش لما مشي اتكلم في اي وسيله حد راح عامل فوتوشوب لا عمل لاحد المواقع المحترمه. يعني انا بعتبر الموقع في الجول موقع من المواقع اللي لها برضو مصداقيه، وبعدين يجي يروح عامل فوتوشوب لازق الاسم الموقع على تصريح هنا لازم يبقى في قانون بقى حضرتك. طيب لازم يبقى في محاسبه طبعا. حضرتك حليت الموضوع حضرتك حليت الموضوع دلوقتي. حضرتك قلت ايه على موقع في الجول؟ ايوه قلت ايه؟ قلت انه موقع ذو مصداقيه. لا موقع ذو مصداقيه ايوه يعني انا اقرا يعني ايه كذا موقع بالظبط. بالظبط كده. لكن موقع تلبنتتيخ اي حاجه بقى ده مش هيبقى موقع ذو مصداقيه. فبالتالي هي دي ده حل الموضوع، ان الناس او المشاهد او اللي بيقرا او اللي بيسمع هو اللي بيختار هو اللي بيفرز بما ان موقع في الجول او موقع يلا كوره يلا كوره مواقع اللي هي عندها خبره كمان المواقع اللي عندها خبره يعني في الثقافه الرياضيه وفي الامور الرياضيه وفي الصحافه الرياضيه لما تعوز تاخد حاجه بص على قناه الاهلي وبص على الاهلي اس الموقع الرسمي لنادي الاهلي حتى بالظبط. لكن طالما الامور مش متاخده من الموقع الرسمي ولا من قناه الاهلي ايوه فعشان كده ناس كتيره جدا يا اساتذتنا يبقوا قاعدين يقولوا لي ايه انت ليه ما بتطلعش تقول اي حاجه؟ هو يا جماعه انا لو قلت بقت رسمي طيب بالظبط ممكن جدا 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 محمود استاذ محمود صبري يبقى ماشي رايح يمضي في النادي الاهلي وهو رايح حاجه تخليه يرجع وارد طبعا صح ولا مش صح؟ كتير جدا حصل. فطالما ما مضاش وتم ورده بتحصل وتم الاعلان يبقى انا ما ينفعش خصوصا ان انت بتتكلم باسم النادي الاهلي او باسم اعلام النادي الاهلي. هو في افظع من ان حد يقول حاجه يعمل اكونت لياسر ريان تخيل بس ياسر رد كابتن ياسر رد كابتن ياسر رد على طول حتى يعني لو انت اخضعتها للمنطق يا استاذ جمال دي وصلت ان هم بيدلسوا في مقول في مقوله يقول لك الكابتن الراحل كان ذكران امبارح كابتن محمود الجوهري قال اعطوا العداله التحكيميه للزمالك واتركوا المنافسين يتنافسوا ده ما حصلش. طب يا جماعه انا عامل كتاب عن كابتن جوهري وبموافقه اسرته مفيش حاجه هو ما قالش كده لا قال كده في حوار ولا قال كده في حته لا هو قال لك انه بيعمله ده في حد توفى مش موجود معانا مش هيطلع يرد محمود الجوهري محمود الجوهري ده ابن النادي الاهلي فيعني يعني حتى الفبركه غير منطقيه. انا عاوز اقول لك بالظبط لما جينا اتكلمنا في التاريخ الناس هتتعب والله طبعا لما اتكلم طبعا انه في ناس تاريخها هل يمكن ان يطعن محمود الجوهري في مصداقيه بطولاته مع النادي الاهلي يعني بالعقل والمنطق لا هو حاجات استغلال ان هو متوفى مش هيرد فمش هيرد انه مش هيرد ما دي حاجه برضه ويتم تداول الفبركه دي طول الوقت على السوشيال ميديا باي موضوع. يعني انا مثلا بقالي يومين بقرا ايه يا استاذ جمال يا استاذ محمود يا عمر يا حكيم ان رئيس الاتحاد القطري مثلا طلع يقول ايه كنا نريد النادي الاهلي المصري في مباراه افتتاح استاد لوسيد ضد الهلال لانها مباراه وديه لكن الاتحاد المصري لكره القدم انا عمري ما اقول الكلام ده لانه كلام ملوش مصدر ملوش مصدر وهو مش جايب بقاله يومين مفيش مصدر مفيش مصادر هو طالع على سوشيال ميديا يعني انا قاعد بقرا من السوشيال ميديا ده فانا كويس جاي قدامي اهو يعني انا بفتح لقيته في وشي فقلت اقوله ان ده مثال ان هو بقاله يومين للفبركه مثال ده لو حاجه ممكن انا احفل بيها بقاله يومين لا حتى لو مش كده بقاله يومين وقصده الكابتن انه بقاله كام يوم ومتداول خلاص فانا اطلع اقول الكلام ده كابتن اسلام هنسيب الامر كده لابد من هو ده بقى اللي انت هتقوله تبدا بص لابد بص الامر في غايه الخطوره ليه؟ زي ما حصل في الفتره اللي فاتت قلنا يا جماعه لما كان بيتعمل برنامج في قنوات خارجيه 4 ساعات و5 ساعات بعض حاول فيها وسولت ليه نفسه امر ان هو يشوه تاريخ النادي الاهلي الناصع فانا بلاقي كده طوبه صغيره على لوح الازاز بحاول اخدشه هذا الامر
واحنا قلنا الكلام ده وقلنا انه الصمت على هذا الامر والترفع على هذه الامور اعطى لبعض الصغار والصبيه صبيه الاعلام ان هما يتطاولوا. عندما فشلوا في مواجهه الاهلي على المستطيل الاخضر نجحوا لتحقيق بطولات زائفه عبر بعض البرامج من خلال بعض من لديهم عقده نفسيه ولم يستطيعوا ان يفوزوا على الاهلي في المستطيل الاخضر. فكان النتيجه ان انا اطلع اشوه واقول كلام ان انا اقنع به اللاعبين ال 15 ولا 14 سنه واقول هذا الكلام. كان يتوجب وما زلت مصر على موقفي انه الاهلي مطالب بادارته باتخاذ موقف وانه لابد متابعه الصفحات دي بالذات اللي بتعمل وتدلس وتدس السم وهدفها في منتهى الخطوره انك انت بتربي. واقول يا جماعه انظروا ما حدث في الاسماعيليه، انظروا ما حدث في بورسعيد، انظروا وراجعوا ما حدث من المحله. ايوه انظروا ما حدث المشهد اللي انت شايفه كده، وبص على اللي حصل في ده في ملعب الدفاع الجوي، وبص على اللي حصل قبل كده وفتش شوف المشهد. عايزين نوصل الامور لمثل هذه وبص على كمان بص على تعرض له الاهلي، الترجي التونسي، تصوير خطاب محرر رسمي كان المفروض الناس دي لازم تتحبس، ما حصل البعث الاهلي على الهلال السوداني. انا كنت موجود هناك، انا فاكر بكره الهلال السوداني. شوف انت المشهد كان نتيجته ايه، وحتى لما حصل مع الهلال السوداني مره وحصل مره ثانيه اتهم الاهلي وتم تزوير واستعداء وخرمية. انت بتجيب كمان ناس من بره بتدخلها طرف في المشكله ويقول لك الاهلي هو اللي منع جمهور الهلال ان هو يبقى موجود في الملعب، واصلا الدوله هي اللي خدت القرار. يعني عايز اقول لك ايه، ان يشارك بعض ابناء الوطن في هذا الامر ده امر في غايه الخطوره. فالمساله الترفع عن هذه الامور، لا انا ضد هذا الكلام. لا بد من مواجهه هؤلاء وفضحهم وبص ومقاضتهم رسميا. ليه؟ لانك انت بتحمي الامن العام، لكن تترك الامر بهذا الشكل انك انت تقول ان انا مكبر دماغي، لا انا بامانه شديده ادراك، لا بد من موقف يا محمود. ادراك الوضع المثالي في الاعلام او السوشيال ميديا اللي هي مفيش عليها رقابه يعني حقيقيه، ان انت تستنى لما هم يبقوا حلوين. مش هيبقوا حلوين. الحل هو ان انت على طول اي اكاذيب لابد دورك كاعلام للنادي الاهلي ان تتصدى قانونا وكل شيء. لا معلش ممكن اقول لك حاجه بس، ما هو انا كل هو دلوقتي انا مثلا هو طالع يقول محمود صبري بقى مدير فني للنادي الاهلي ماشي مثلا فهو قال محمود صبري وعمر وعبد الحكيم ومحمد وعلي قال زي ما قالوا زي ما حضراتكم قلتوا تمام 50 اسم وانا هطلع اقول يا جماعه ان ال 50 ما تتكلمش على دي يا كابتن اسلام. لا يا كابتن على فكره ما بتكلمش على دي خالص، مش بتكلمش على دي يا فندم، ما بتكلمش على دي. لا كمل اتفضل، مش بكلمك على دي والله، انت فهمتني اكيد. انا بتكلم على استاذ جمال، مش بتكلم على لا الجزء بتاع حضرتك واضح، بتتكلم على مجموعه معينه يعني لهم اسم، يعني لهم اسم ولهم توجه واضح خلاص. لكن احنا بنتكلم على ان الاكونتات الفيك اللي احنا بنتكلم عنها، ما هو الفيك مش جمهور النادي الاهلي. لكن لما انا حد من جمهور النادي الاهلي يجي يسالني هو في مدرب جديد جاي، اقول له في انا يعني هل حضرتك ما تعرفش لو حد من الجمهور واقف، اتنين واقفين قدامك ايوه جمهور اهلي واحد تاني لا، هل مش هتعرف تفرق بينهم؟ لا اعرف طبعا، ازاي ما اعرفش افرق يعني. انا بقول لحضرتك اهو طيب كابتن نفس الكلام على السوشيال ميديا بالمناسبه. فلكن انا بتكلم برضو على جماعه فكره الاكونت اللي هو تداول معلومات بغرض الضغط على الاداره، تداول معلومات بغرض الضغط على وعلى الجمهور وعلى اللعيبه وعلى الجمهور وعلى الاداره. ما هو انا لما الاقي خبر مكتوب وتعليق تحتيه 20 30 تعليق مكتوب فيهم ايه؟ اداره فاشله مش عارفه تجيب لعيبه. والله يبقى باينه. لا يا كابتن والله باينه يا كابتن اسلام، باينه لحضرتك وباينه لي وباينه يعني ناس كتير عشان خبره حضرتك في الاعلام وخبره كابتن اسلام. لكن المشاهد او الجمهور العادي ال 14 وال 15 اللي بيتكلم عليهم الاستاذ محمود مش هيبقى فاهم قوي الموضوع. انا ال 14 15 سنه مش هيبقى فاهم قوي، فهياخد دي اداره مش عارف ايه. طب يا جماعه ما هو لسه اصل حاجه ما حصلش حاجه، ولسه احنا عندنا اللعيبه كلها في راحه بنجتهد علشان نجيب اسم مدير فني جيد. وزي ما الاستاذ محمود قال، مين اعظم مدير فني في التاريخ دلوقتي موجود في العالم؟ قولوا لي اسماء. مين؟ اسم جوارديولا بس. جوارديولا مين؟ اسم مورينيو، يورجن كلوب، انشيلوتي. ادي اربع اسماء. لو جبت اي واحد من الاربع اسماء دول للنادي الاهلي هيبقى نسبة نجاحه لنسبة فشل قد ايه؟ 50-50. طبعا. ايوه. لا ورأي الناس على السوشيال ميديا هيبقى ايه؟ في حاجة زي كده. عظيم. ان ده اعظم وده برافو وهايل وكل حاجة، لكن هيبقى 50-50 نجاحه في الملعب. على أرض الواقع. على أرض الواقع. صح ولا مش صح؟ طيب لو جبت اسماء
ما حدش يعرفها. نسبه نجاحه 50-50 برضه. صح مظبوط مظبوط هو ده اللي انا بتكلم فيه. وعلى فكره كابتن اسلام هو ريكاردو سواريش برضه خلينا نتكلم بمنتهى الواقعيه. طب ممكن بس عشان الفاصل الاخير نطلع فاصل ونبقى حتى بعد هنتكلم على سواريش بقى على حته صغيره قوي قوي. نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل معاه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال كنت حضرتك عايز تقول انا يعني باختصار قوي على ريكاردو سواريش الفتره اللي هو جه فيها. مش احنا بنقول اعظم مدرب في العالم لو جه هيبقى نسبه نجاحه 50-50؟ طبعا لو انت جبت افضل مدرب. نفس الحكايه بالنسبه لسواريش لو جه في ظروف طبيعيه. خلي بالك سواريش برضو جه في وقت انت عارف لما جه الناس قعدوا يتريقوا وقال لك مشروع ومش مشروع. بعد ما مشي قال لك ازاي تمشوه اللي هم مين بقى اللي انت بتتكلم عليهم اللي هي الاكونتات الفيك اللي هو عايزك تفضل في حاله عدم استقرار. صح. في حاله عدم استقرار. استاذنا استاذ عمرو اديب امبارح وهو معروف بزملكاويته الشديده قال ايه؟ كان بيتكلم مع اعتقد درويش احمد درويش ناقد رياضي فبيقول له خلاص بقى النادي الاهلي ماشي. قال له مع ان انا كان نفسي يبقى سواريش موجود. يعني كلمه من القلب. لا كلمة من القلب. ايوه كابتن بس طبعًا. في حاجة كل واحد. دلوقتي انت معرض ان انت تاخد قرار وتلاقي ان المدرب مش قد المستوى اللي انت عايزه جدا فتغيره طبعًا. ايه المشكلة يعني؟ يعني الناس برضو بتكبر قوي زي ما بتجيب لعيب طيب ويطلع مش هو بص ما يندمجش. انا احد الاشخاص بعت لي على الواتساب كابتن اسلام انا بحيي حضرتك على الفكرة. انا اللي بشكرك وللعلم في مصطلح علمي اسمه الذباب الالكتروني بيتكلم عن جزئيه الحسابات الوهميه وتوجيهها لصالح تصفيه الحسابات الشخصيه. انا ما اعرفش الحقيقه ولكن ده احد لا يعني 100% ده يعني حد من الاشخاص بيبعت لي يعني طبعا صديق يعني اتمنى ماشي. مصطلح الذباب مصطلح مشهور معروف كثافته معلش سليم حتى جاي من كلمه الذباب يعني كثافته وقدرته على التشويش بس هيفضل ذباب ولازم مواجهته بالوعي وبزياده الوعي وعي المتلقي. واعتقد الموضوع هيحتاج تكثيف مش مجرد حلقه تكرار لزياده الوعي. وبعت لي معنى الذباب الالكتروني هو مصطلح استحدث لوصف موضوع كبير يعني بس يا كابتن في حاجات انا اقصد ان في ناس متفاهمه يعني كمان الفكره في كابتن وقع مثلا زي بتاعه الاخيره بتاعت ياسر ابراهيم كابتن ياسر ابراهيم اللي حصل معاه مؤخرا. يعني هل منطق ان انت اللجان الالكترونيه الموجهه لتشويه اللعيبه وقع حصلت مشكله صغيره جدا تمام كان الراجل هو واسرته في احد المولات التجاريه في بلده المفروض ان انا اتشتم انا ومراتي قاعده معايا واسكت مش ده الموضوع. الموضوع في ايه؟ ان انت في بدايه القصه اللجان الالكترونيه بتاعت انديه تانية خدت الموضوع شويته ان الراجل بلطجي وبيشتم وبيعمل ما هو ده الحاجات السيئه جدا في السوشيال ميديا. صح. لكن حقيقه الموضوع ايه؟ قالوا ايه؟ لا قالوا ده مشجع من المشجعين مشجع الاهلي. تمام. بص انت لا شوف التكتيك. واللي يحزن في الامر انه صحفيين محترمين كتبوا على صفحاتهم الكلام ده دون ان يتحقق دون يتحرر عن المعلومه. انا فاكر انا كلمت حضرتك ساعتها وحضرتك قلت لي طب ثواني اقفل وهكلمك. حضرتك كلمتني بعديها وجبت لي تفصيله الموضوع مظبوط. كلمنا المنصوره الناس هناك وكلمنا الناس وجبنا المعلومه. الموضوع في الاول روج ليه ازاي يا كابتن؟ روج له ان الراجل ده كابتن ياسر مع كامل الاحترام طبعا ان هو راجل اعتدى على مشجع اهلاوي شتمه. الحقيقه ايه؟ واحد اتشتم في وجود اسرته تمام سابه وخرج راح يسحب فلوس من مكنه اي تي ام. الراجل راح رايح وراه تمام راح شتمه. هو حضرتك المفروض ان انا كبني ادم معايا مراتي او معايا اسرتي وحضرتك تشتمني مره واسيبك وامشي الثانيه اعمل ايه؟ بقول له انا مش ملكك يعني. لا لو اي واحد لو حضرتك كابتن اسلام حضرتك يا استاذ جمال المفروض تعمل ايه؟ طبعاً. تسكت؟ لا طبعا لا يعني خلينا بس نتكلم بجد تستعمل القانون لازم ما تسكتش قانون لازم لا لا هو بس بقول لك ايه بس طلعت بس كانت لعبه تحاول تتلعب بذكاء وطلع الاكونتات بتاع الطرف الاخر تندد بالضبط بالاعتداء على الكابتن. يا سلام على الحنيه ونرفض عشان يبرئ نفسه من اللي هو بيعمله في الاخر. انا لا هو بيحاول بيتزاكى يبرئ نفسه ان انا ماليش دعوه بالمساله. هو مين وصل الناس لمرحلة احتقان؟ مين وصل الناس مرحلة اللي احنا وصلنا؟ مين وصل الناس اللي كان بيطلع يقول لك الاهلي ما بيلعبش في اسماعيليه ليه؟ غير حقيقي اللي بيتقال. بص مش شيطان ده شياطين.
وممكن الشيطان يقول لهم انتوا ده جزء من السوشيال ميديا البلاوي بتاعتها يا كابتن اسلام. القصه كلها هي لها ايجابيات في سرعه الخبر مش مختلف معاك، بس ده جزء انت شوهت لاعب زي ياسر ابراهيم الحقيقه غير اللي اتذكر في الاول في الواقع. وكم واحد زي الاستاذ محمود طلع ودور المعلومه وكلم الناس في المنصوره وكلم ده وكلم مصدره وكلم سين وكلم صاد عشان يجيب المعلومه الحقيقيه. هتلاقوه باتنين تلاته بالظبط. بس في حاجه، هو هل بقى السؤال بقى الجدلي، هل نستطيع الغاء السوشيال ميديا؟ لا طبعا. يبقى لابد من مواجهتها، من انك تقرا وتسمع وترد زي توضح. في بعض الاوقات بتاخد راي سوشيال ميديا، طالما يعني طالما في حد يعني ايه، لو لقيت 10 تعليقات تمام 8 او 9 وهم اعضاء او يعني تعليقات حقيقيه وليست فيك او ليست وهميه يعني، فلو لقيت منهم 6 7 فوق الخمسه يعني بيقول ان الشاي سخن احسن من الشاي البارد مثلا، فانت ليه ما نتعلمش ايس تي؟ لا انا قصدي ان ليه ما نتعلمش. ممكن جدا ممكن تلاقي حاجه جيده وايجابيه. لو في حاجه كويسه اهلا وسهلا بايجابيه ان انت تتعامل مع السوشيال ميديا وتاخد منه. يعني هل فينا حد يقدر ينكر ان السوشيال ميديا وسائل التواصل مهمه لينا كلنا؟ طبعا، بس احنا بناخد الجانب السلبي منها، ما بناخدش الجانب الايجابي. السلبي ده لا، احنا كلنا بنتعامل مع الجانب، احنا كلنا بنعاني. مفيش لعيب كوره، مفيش نجم، مفيش شخصيه عامه دلوقتي بيتحرك في اي مكان اللي هو مرعوب. طبعا مرعوب. طبعا انت حضرتك دلوقتي لو ماشي في الشارع وحد قابلك وقف يتصور معاك يا كابتن، تضمن من الصوره دي لو كانت مع كام، يعني ما اقصدش حاجه، بنت مثلا وقفت تصور معاك حضرتك كابتن اسلام الشاطر نجم منتخب مصر، تضمن من الصوره دي ما تكونش متاخده وتحطت في اطار ثاني خالص؟ انا بتصور على الناس مع البحر، حتى بتصور مع الناس عادي. ما انا بشوفها في ناس كتيره بتستغل كده. طالما انت قابلت، لا سيبك من الصوره، لكن طالما قابلت، لو قابلت الصوره سيبك من الصوره. الخطوره في اخطر من كده، ان انا ممكن اتكلم معاكم معايا موبايل انا شغال بالظبط ومش سامعك واستدرجك لكلمه. انا عاوز منك كلمه بس، انا هقول لك حاجه واحد، ايه رايك في عمر؟ عمر جدع. يا راجل ما تجيب لنا، بص انا هاخد منك ايه كلمتين وابني معاك حوار لا تتخيله. صح، انا بقوله لك اهو. الامر يا كابتن اسلام بامانه شديده والله لابد من مجابهه هذه الظاهره السلبيه. يعني ايه الايجابي باين؟ كيف يا استاذ؟ ما هو لا، الحاجات اللي بتصل لمرحله انها تشكك فيك وفي ثوابتك وفي تاريخك لابد انك تتصدى لها. قانون الاعلام الجديد في بند يا كابتن المفروض يتفعل، الطرف الاخر لازم يخاف. لو انت سبت على المساله دي خلاص انا هعمل معاك، هتخلي، انا بقول لك الخطوره مش في الناس الكبيره، الخطوره في النشأ الصغير اللي طالع قاعد بيقرا، لانه ايه بيجي لك ابنك 15 14 سنه يقول لك يا ابو صح الكلام ده فعلا حصل في النادي الاهلي؟ تقول له وريني كده، مين قال لك الكلام ده؟ بص يعني بص استاذ محمود، انا عايز برضه اقول حاجه، انه هل هناك احرص من الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي وال يعني عناصر منظومه الكوره جوه النادي على مستقبل فريق الكوره وقطاع الكوره؟ انا اعتقد انه ما فيش بلا شك. لا، وبالتالي كمان هم نالوا ثقه الجمعيه العموميه للنادي الاهلي ان هم يديروا كل شؤون النادي الاهلي بما فيها الكوره، وبالتالي هم ناس على يعني عندهم من الخبره والكفاءه والتجارب الناجحه اللي انت لسه شايفها السنه اللي فاتت، مش مستني حد يقول لك الناس دي عندها القدره ولا لا. بالظبط، يعني مش مستني حد يجي يقول لك ان الناس دي عندها القدره ان هي تكون منظومه ناجحه لكره القدم. وبالتالي الاهم انه جمهور الاهلي الحقيقي يبقى واعي لنقطه زي دي، انه مش فكره سرعه الاعلان عن المدرب، لازم يظهر جمهور الاهلي يعني. بالظبط، مش فكره سرعه الاعلان عن المدير الفني ولا سرعه الاعلان عن الصفقات. بالزبط، هي فكره انه ادي المجال لمجلس الاداره للعمل بدون ضغط، لانه في النهايه انا عارف انه هيحقق لي الغرض اللي انا عايزه وهيعمل الصالح صالح النادي. هي دي النقطه الاهم. لكن فكره انه مواجهه الظاهره بتاعه السوشيال ميديا، انا شايفها بتطبيق القانون ده طبعا رقم واحد، لما يكون حاجه يعني يقع منها ضرر، يقع منها ضرر. لكن حته الترويج، ترويج المعلومات بقى او الضغط او الترشيحات او الاسامي او الكلام ده، ده يواجهه اعلام النادي الاهلي باقتدار وبهدوء زي ما بيحصل طول الوقت. يا عمر، احنا بقالنا، انا بقالي اسبوع تقريبا الحلقه بتاعت الجرار دي، بقالي اسبوع الاسبوع الحلقه متاخد منها شطات معينه. موضوع الجرار ده ومتاخد بس حلو والله. ومتاخد منها شطات معينه ومتقطعه ومتوزعه بشكل معين. ما هو ده ذباب الكتروني. انا بقالي اسبوع يعني انا مش برد يعني، لكن في الاخر لك ان تتخيل ان في ناس مصدقه التقطيع ده، ان انا بقطع او ان انا كاسلام يعني او
بخبط في الانديه الشعبيه. ايوه طبعا ما شفت انت بقى الاستضافه ازاي بيوجه كلمه من هنا وكلمه من هنا وكلمه من هنا وقام جاي ملزقهم في بعض ومطلع الفيديو بالزبط. فالفيديو عمل قصه بس برضه قدرك وقدر لا ما عنديش مشكله خالص قدر الناس ما بردش بيعملوا عمل عام اي حد في عمل عام قدروا ان هو يتعرض لده لكن انا مثلا بعتقد النادي الاهلي خلال الفترات اللي فاتت رغم قسوه الانتقادات دي والاشاعات والاكاذيب انما برضو النادي الاهلي فيه حاجات معينه اجراءات بياخدها ضد الاكونتات وضد الناس دي هو في قانون في قانون الاعلام في بند بيقول لك ان الصفحات اللي عليها اكتر من 5000 فولورز بتعامل معامله الموقع الالكتروني وسيله اعلاميه وسيله اعلاميه المفروض الكلام ده يفعل أيوة. تمام يفعل بمعنى اي حد عنده اكتر من 5000 يتحاسب ايوه ده حقيقي ده حقيقي ده موجود في القانون بالمناسبه ده موجود في القانون ده بند في القانون في مشروع القانون انه ما فوق ال 7000 فولورز يحاسب على اللي بيكتبه هو وسيله اعلاميه يعتبر وسيله اعلاميه لوحده كده الاكونت بتاعه يعتبر محط ويخضع للرقابه على فكره خاضع للرقابه عموما هو احنا لو فتحنا هذا الامر هنتكلم كلام كتير عارف الرد على كل ده اتفضل ان شاء الله ان النادي الاهلي ينهي هذه المرحله بنجاح الفتره القادمه وباذن الله يوفق في صفقاته ويوفق في اختيار المدير الفني الجديد يا استاذ جمال والعجله تدور بقول لك ايه يا استاذ جمال وكل ده ينتهي صح انا عارف على الاقل 8 صفقات بس ثمن. مش هتقدر لا اقول لك اسماء محمد الشناوي حلوين خلاص ايمن اشرف علي معلول ياسر ابراهيم علي معلول اكرم توفيق عمر حمدي ومجدي قفشه وشريف الناس اللي خدت راحه كلها زي الفل انا بقول لحضرتك انا بقول دي صفقات صفقات جديده لو عودة اكرم وعمار دول من الرباط السليبي دول يعني دول اتنين عناصر جامده جدا طبعا فانا بقول لك اهو على الاقل انا قلت 10 صفقات اهو لازم تقولهم كابتن قبل يعني قبل ما يعلنوا يعني معلش بقى يلا زي بعد كده يا استاذ جمال معلش يا كابتن اسلام يا استاذ جمال انت بتتكلم على ان الاهلي يعمل صفقات هي القضيه كلها طبعا خساره الدوري بتزعل بس هل منطقي ان انت مجرد خساره بطوله تبين الدنيا منهاره والدنيا انتهت لا ما هو مش الاهلاويه اللي بيعملوا مش لا مش الاهلاويه مش الاهلاويه الالكتروني يعني حاجه يعني انت ما خدتش 2 دوري ابطال وفي ناس مثلا في مصر مش هذكر اسماء بقى لها 40 سنه ما خدتش البطوله مثلا هل كان هو منهار؟ ليه لا وغير كده لا خدها بقى بالناحيه الايجابيه الناحيه الثانيه ان لما خدت البطولتين دول مش حصل تغييرات في الفرقه في الموسم اللي بعد كده؟ حصل يعني في 2020 انت خدت بطوله التاسعه صح بعد ما خدت التاسعه في ناس مشيت وفي ناس جت مظبوط ولا ما حصلش ده طبيعي طبيعي طيب وانت ايه وانت بطل افريقي وثالث عالم صح فمشيت ناس وجت ناس السنه اللي بعديها خدت العشرة او يعني بعدها بست شهور خدت العشرة وجبت ناس في يناير ايامها كمان هل ده معناه ان النادي الاهلي في حاجه ده انت خدت البطوله 30/6 تمام العشرة في نهايه 8 مشيت 4 أو 5 لعيبه من اللي خدوا البطوله وجبت لعيبه اخرى بدل فبالتالي في حاجه برضو احنا ناسيينها او بعض الناس بيحاولوا يتناسوها النادي الاهلي قبل السنه اللي هي الموفقه افريقيا وكاس عالم والكلام ده كان واخد الدوري كام مره 7 مرات ورا بعض اخر مره 5 ولا 7 5 من 2014 لحد 2020 لحد 2020 لا الالفيه الثالثه كام مره 6 مرات ورا بعض 6 مرات طيب ورا بعض يبقى انت بنتكلم في ايه يعني مفيش انهيار اللي انا عايزه اخر 20 سنه الاهلي خد الدوري 18 17 او 18 18 مره طيب في ايه يعني مفيش ما يدعو انت عارف القلق عندك انت ثلاث مرات منهم 5 طيب انا قاعد معاك يعني انت تاريخ اهو التاريخ قاعد معاك مش قصدي انا قصدي يعني اخر 20 سنه ورا بعض كمان لا اخر 20 سنه يا كابتن الاهلي فقد الدوري 3 مرات بس يعني منهم مره بتاعت السنه دي عشان بس ما حدش يتكلم يقول لك يعني بتاعت السنه دي منهم يعني بتتكلم لو بتتكلم نسبة كام؟ يعني 94% مثلا أو 93% بس البطولات في الأهلي لا تقبل التشكيك. دي مؤكدة وهي زي ما بيقولوا إيه؟ واقفة أو محطة وهتعود بعد كده الانتصارات بإذن الله. طيب هل معنى الكلام اللي إحنا بنقوله ده بعد ما أشكر أساتذتنا بشكرك جدا يا أستاذ جمال شكرا جزيلا يا أستاذ محمود شكرا جزيلا يا أستاذ أبو حكيم شكرا جزيلا يا أستاذ عمر شرفتونا ونورتونا واستمتعت بالحلقة معاكم النهاردة. طيب بعد كل الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه هل ده معناه ان لا يوجد صفقات للنادي الاهلي؟ هل ده معناه ان النادي الاهلي مش هيجيب مدير فني خلال الفتره اللي جايه؟ طيب خليني اقول لحضراتكم ان ممكن جدا ممكن الله اعلم انا ما اعرفش وده مش معلومه ولا خبر ولا اي حاجه ممكن بكره الصبح يحصل او يتم الاعلان عن صفقات للنادي الاهلي ممكن بكره بعد الظهر ممكن بكره بالليل ممكن بعد بكره الصبح ممكن بعده
وبالتالي هل هناك صفقات للنادي الأهلي؟ أنا ما زلت بقول وبأكرر وبعيد، آه في صفقات للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. من الحلقة النهاردة كانت معمولة لأنه مش عايزين استعجال، مش عايزين نضغط على من يدير كرة القدم أو المشرف على كرة القدم داخل النادي الأهلي، لأنه بالفعل الأمور إن شاء الله إن شاء الله تكون جيدة جدا خلال الفترة القادمة. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله غدا حلقة جديدة من البيت الكبير.